عسلها وعليها سوق البشاير. وين تلقى البشاير وين كسب ما تدبل خساير تدبل لك البقشة ما تدبل خساير. يا مرحبا وسهلا باللي شرف حضوره الدار فرحانه واهل الدار مسروره بشاير بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء متابعي تلفزيون سلطنة عمان القناة الرياضية، اسعد الله اوقاتكم جميعا وطابت ايامكم بكل خير وسرور. متابعينا الاعزاء في هذه اللحظات ننقل لكم اجمل تحية منقولة من ميدان سباقات الهجن العربية الاصيلة، ميدان البشاير الذي يحتضن المهرجان الثاني لسباقات الهجن. هذا المهرجان الذي وجد بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة كريمة من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. هذا المهرجان الذي أوجد له الكثير وسخر لكافة الإمكانيات دعما وتشجيعا لهذا التراث العربي الأصيل. مشاهدينا الأعزاء عشنا أحداث هذا الكرنفال الرائع الرياضي التراثي الذي يخدم الهجن والملاك لليوم الثالث على التوالي. يسرنا أن نكون في هذا النقل الحي لوقائع هذا السباق والشوط الرئيسي الأول الذي سينطلق بإذن الله تعالى بعد لحظات. جائزة هذا الشوط سيارة نيسان بترول للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. بالنسبة لشوط الإذاعة الأول الرئيسي في هذا اليوم ستكون عندنا حاضرة 6 أشواط خاصة بالإذاع موزعة بين الأبكار والجعادين، ومن بعد ذلك ايضا هناك اشواط خاصه بالثنايا الابكار والجعادين. ننتقل في هذه اللحظات الى عربه النقل لمواجهة حضراتكم بما يدور من احداث مع الشوط الاول الرئيسي. فالى هناك وعلى بركته نستعين، ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام من كل مكان، عشاق الأصالة والتحدي والتراث، ما زلنا متواصلين معكم ومع انطلاقات الخير والعطاء في هذا الكرنفال الرياضي الجميل وفي هذا المهرجان التراثي الخليجي العريق الذي أتى له من جميع أبناء مجلس التعاون لمشاركتنا في الأفراح الجميلة والرائعة وفي مهرجان بشاير لنسخته الثانية الذي يأتي بدعم كبير ومحافظة على هذا التراث العريق من سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. حفظك الله يا مولاي من كل سوء ومكروه، وبمتابعة وإشراف لكل صغيرة وكبيرة من سيدي صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي ممثل الخاص لجلالة السلطان
دائما ما يأتي بالأفكار الجميلة والمميزة، دعمنا لهذا التراث العريق. السيارة الأولى في يومنا الثالث على التوالي لسن الإذاعي والإمتاع، الخمسة والستة كيلومترات هي المسافة المقررة لهذا أيضا المقاتلين والمشاركين في هذا المسار. أنطلق هنا مع بداية الأشواط وأنطلق مع بداية المشاركين اللي وصلت هنا في هذا المسار. وصلت سمحة لحمد بن بطي الغفلي من يأتي على صدارة هذا التحدي الجميل، الدور دور المركز الثاني. هذه اللي وصلت في هذه اللحظات، وصلت هنا معنا برزمان لمحمد بن سالم الوهيبي على ثاني المراكز. الدور دور المركز الثالث وصلت في هذا التحدي الجميل والرائع، وصلت هناك معنا الشامخة راشد بن عبيد أو بن عبيد بن حامد المضمر خميس بن مسلم الزرعي. المركز الرابع وصلت هنا الشاهينية سعيد بن مطوع الاكتبي على رابع المراكز. الخامس أو خامس المراكز اللي وصلت هناك مياسة أحمد بن برقش العامري على خامس المراكز في هذا التحدي الجميل والرائع. الخمسة النجوم المتقدمة الباحثة عن سيارة هذا المسار، سيارة نيسان بترول ستيشن بانتظار الفائز، بانتظار أيضا الذي يحصد هذا المسار وهذا التحدي الجميل والرائع. انطلق مع سمحة يو المهندس، دائما ما يهندس هذه الأشواط الجميلة والمميزة. حمد بن بطي الغفلي من يأتي في هذا المسار الجميل، وأبو محسن من يتابع هذه النوادر، تابعنا هذا الشعار يتألق في يوم الأمس، يأتي ويقدم في هذا الصباح، يقدم سمحة في هذا التحدي الجميل والممتاز. المركز الثاني هناك تاتي برزمان لمحمد بن سالم الوهيبي الممثل الدائم لأبناء السلطنة في محافل خليجية، دائما ما يبدع ويمتع بالإنجازات الممتازة، ولكن شوف اللي غيرت مجريات الأمور. وصلت هناك مياسة أحمد بن رغش بن طباز بن الدودة العامري على ثاني المراكز. المركز الثالث اللي وصلت في هذه اللحظات، وصلت هناك انتزاع كرامة بن عيضة بن سالم العامري، وصلوا أهالي مصانع الجنوب هناك بمدينة العين للمشاركة خصيصا في هذا المحفل التراثي الجميل. المركز الرابع اللي قادمة في هذه اللحظات، وصلت الشامخة راشد بن عبيد بن حامد مع خميس بن مسلم الزرعي من يشارك في هذا المسار الجميل. المركز الخامس اللي وصلت في هذه اللحظات، وصلت ايضا برزمان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي من يأتي على خامس المراكز، يدفع بنجوم متلألئة في هذا المسار الجميل. ولكن سمحة وتسمحت أمورها حتى هذه اللحظات لحمد بن بطي الغفلي من يأتي على صدارة هذا المسار. ولكن شوف اللي قادمة من الجانب الآخر، وصلت مياسة أحمد بن رغش بن الدودة بن طباز العامري على ثاني المراكز اللي وصلت في هذا التحدي الجميل. ولكن شوف الأسماء اللي وصلت في هذه اللحظات، أسماء كبيرة وعملاقة باحثة عن ناموس وانتصار، وصلت في هذا التحدي الجميل والرائع. وصلت على ثاني المراكز، وصلت الشامخة هناك لراشد بن عبيد بن حامد خميس
عيسى بن مسلم الزرعي وصلت بشموخها بكبريائها من تشارك في هذا المسار الجميل والرائع. ولكن ارصدني اللي قادمه من الجانب الاخر، وصلت الظبي حمدان بن حمد بن محمد الدرعي لايحة الاثنين كيلو متر، اثنين كيلو متر لايحة بنقول ما قبل الاعلان، ما قبل الاعلان تاتي هذه اللايحة تدل على الخطر، بان الخطر قادم في هذا المسار الجميل والرائع. المركز الثالث اللي وصلت هناك تاتي مياسة أو تاتي معانا الشامخة لراشد بن عبيد بن حامد، خميسة بن مسلم الزرعي، أهالي ميدان الجبيب من يطالبون بالسلام والتحدي المثير. وصلت أيضا من الجانب الآخر في هذا المسار الجميل والتحدي الرائع يوسلوم. يا سلام، بدن الإذاع، بدن الإذاع في شوط الإمتاع، في شوط الإمتاع، في شوط التحدي، في شوط الانطلاق. ما شاء الله وتبارك الله، شوف اللي قادمه، وصلت مغيظة حمد بسيف بن حميد الشامسي، وصل بن دويس ليقاتل ايضا مع المقاتلين في هذا المسار الجميل والرائع. المركز الثاني هناك من تاتي سمحة حمد بن بطي الاغفلي، ولكن اللي قادمه ايضا من الجانب الاخر، من الجانب الاخر اللي وصلت في هذا المسار، وصلت هناك ايضا معنا الشامخة لسعيد بن سالم بن ثعلوب الدرعي يوسلوم. يا سلام، الكيلو اللي ما فيه رحمة، الكيلو اللي ما فيه رحمة، نيسان بترول ستيشن بانتظار الفائز بهذا المسار الجميل، كيلو الامتحان، كيلو التحدي، بدل جميع في الاقلاع، بدل جميع بالاقلاع، الرجاء ربط الاحزمة، اقلاع ما بعد اقلاع. شوف بن ثعلوب من غير مجريات الامور هناك مع الشامخة سعيد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، من ياتي على صدارة هذا المسار الجميل والرائع هو التحدي المثير. ولكن اللي وصلت، وصلت برزمان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي على ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت الفائزة عبيد بن حمد او علي بن عبد الله البطين، وصل البطين يوسلوم. يا سلام، شوف الانطلاقات الجميله، وصلت الفائزه 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 لعبيد لعلي بن عبد الله بن محمد البطين. ولكن برزمان، برزمان، برزمان من تغير مجريات الامور لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي في ثاني المراكز او تغير مجريات الامور. ولكن وصلت هتاشه، هتاشه هتاشه حميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، بن ثعلوب الدرعي. يا حميد، يا حميد، اسعد الله صباحك يا صديقي، سلام لمدينه العين، سلام. هتاشه يا هتاشه لحمد او حميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي المركز الثاني. هناك من تاتي برزمان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي، من قدم ايضا برزمان في هذا المسار. المركز الثالث اللي وصلت ايضا في الذيبه هناك لعزيز بن عبد الله بن مكتوم الشريفي، تهانينا والناموس للفائز، وهتاش لحميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، وسلام لمدينة العين. السلام يعبر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلامي عليك يا عاشق سلالة شاهين، أسعد الله صباحك على هذا الانتاج الجميل والرائع. مشاهدينا الأعزاء، تابعنا شوطا من ضمن الأشواط المميز في هذا الصباح، ألا وهو الشوط الأول الرئيسي الخاص بسن الإذاع. تابعنا من وصلت في الأمتار الأخيرة تحمل في الرصيد سيارتين، أضافت سيارة أخرى رشحت من قبل الإخوان المحللين أن تكون بطلة هذا الشوط، فهي تخطف سيارة هذا الشوط هتاشة
لعبد الله بن سالم بن ثعلوبه الدرعي لحظات وصولها قاطعه مسافه 6 كيلومترات في زمن مقداره 9 دقائق 22 ثانيه 14 جزء من الثانيه. تهانينا لعبد الله بن سالم بن ثعلوبه الدرعي. اما المركز الثاني فيحتاج الى اعاده اكثر من هذه الاعاده للتاكد بين برزمان لحمد بن محمد الوهيبي، وايضا هناك تقريبا بكرة الشريفي ايضا اللي هي سمحه لعزيز بن عبد الله بن مكتومه الشريفي، والثنتين تقارب لحد كبير بتوقيت زمني 19 9 دقائق 22 ثانيه 82 جزء من الثانيه. هذا التوقيت اللي تسجل مع الثنتين، والفصل بينهم بيكون بإعادة دقيقة جدا بالفوتوفينش مع الأخوان المحكمين. إذا مثل ما تابعنا مشاهدينا الأعزاء دخول هتاشة في الأمتار الأخيرة وانتزاعها لسيارة هذا الشوط تحمل السلامات والتهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسعد الله صباحكم والسلام والسلام عليكم على هذا الأداء المتميز، وسلام مدينة القوع بحصولهم على أول أشواط السيارات. هذه لحظات وصول هتاشة إلى خط النهاية معلن فوزها بالمركز الأول بملاحقة سمحة وملاحقة برزمان. وصولها كان في الأمتار الأخيرة بهجمة قوية لا تصد ولا ترد. تهانينا والناموس للفائزين. نبقى مع هذه اللقطات المختارة ومن بعد ذلك سننتقل إلى الشوط الثاني. الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين بكل خير، أرحب بكم وأجدد بكم التحية من جديد مع لقائنا بهذا اليوم يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر مارس لعام 2017 للميلاد، حيث نتابع مجريات فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير مهرجان البشاير بنسخته الثانية المقامة هنا بهذا الميدان بولاية تدم. هذا السباق الذي يأتي بدعم وتوجيهات من سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. تستكمل الفعالية اليوم بانطلاقات أشواط الكبار، أعلنت قبل قليل انطلاقات ثاني الأشواط. شاهدنا معا الشوط الأول الرئيسي الذي ذهب مع بن ثعلوب وأهداها لدولة الإمارات هذا الإنجاز وهذا الانتصار. أعلنت قبل قليل انطلاقات شوط الجعدان الإذاع الرئيسي، والمسافة هي 6 كيلومترات. نتمنى للجميع التوفيق، نذهب مباشرة للصدارة للبداية. نجد مهيض لسالم بن رصاص بن سالم العامري، من يقدم مهيض على البداية منذ بداية إعلان رحلة هذا الشوط. بينما المركز الثاني شاهين محمد بن عمير بن ذويب العامري يقدم شاهين على المستوى الثاني. بينما المركز الثالث المدفع لزاهر بن سالم بن سعيد اليحافي أيضا في ثالث المراكز. المركز الرابع شعار راشد بن سالم بن علي الغيلاني على ظهر زيدان يقدم محمد بن راشد بن سالم الغيلاني. والمركز الخامس شعار حمد بن بطي بن محمد الغفلي يتواجد في خامس المراكز. بينما المركز السادس اللي وصل في هذه اللحظة الأبيض حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز السادس رعد حمد بن عبد الله بن علي الفيدة المري. والمركز الثامن الوصول يأتي في هذه اللحظات من اسم جديد وهو شاهين علي بن حمد
محمد بن مطوع القتبي في ثامن المراكز، والمركز التاسع الوصول ياتي في هذه اللحظة من هملول محمد بن مبارك النعيمي، المركز العاشر الوصول ياتي في هذه اللحظات من الأبيض محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. هذه النتيجة للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة والمتقدمة بالشوط الرئيسي للجعدان الإذاعة. الجائزة سيارة نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول. أسماء قوية تشارك بهذا الشوط أتت من مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بهذا المهرجان، بهذا العرس الخليجي الكبير الذي يحتضن هذه المنافسة الكبيرة على شرف هذه الأشواط المميزة. إذا نرجع مع البداية، نعود مع البداية مع الأبيض الذي يقدم حمد بن محمد بن سالم الوهيبي مقدما الأبيض على بداية هذا الشوط. المركز الثاني شاهين محمد بن عمير بالذويب العامري مقدما شاهين على المستوى الثاني. مجموعة مميزة تنطلق وتتنافس على الصدارة على البداية. المدفع لزاهر بن سالم سعيد اللي حافي في رابع المراكز. المركز الخامس يا السلامي اللي وصل في هذه اللحظة بعقال حمد بن سيف بن حميد الشامسي يقدم بعقال على رابع المراكز. بينما المركز الخامس الوصول من مهيض سالم بن رصاص بن سالم العامري في خامس المراكز. المركز السادس يا سلام الوصول من سيف لسعيد بن الحزيمي العويسي يقدم السيف في المركز السابع. المركز الثامن شمعدان سليم بن سعيد بن راعي العفاري. هذه الأسماء المنطلقة. أعود مع البداية، مع انطلاقة الأبيض حمد بن محمد بن سالم الوهيبي قادم من ميدان الأبيض من منجم السبق بولاية المضيبي للمشاركة بهذا المهرجان، باحث عن السيارة، باحث عن هذه نقطة الثمينة من هذا المهرجان الكبير. الله 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 يا هذا الانطلاق من هذا الاسم، شعار هداف الرموز حمد بن محمد بن سالم الوهيبي ممثل السلطنة يقدم الأبيض على البداية. بينما مهيض من يتقدم إلى ثاني المراكز لمنافسة الأبيض على موقع الصدارة. سالم بن رصاص بن سالم العامري الضيف القادم من دولة الإمارات للمشاركة بهذا المهرجان هو الآخر، باحث عن هذه النقطة الثمينة، باحث عن السيارة. انتصفت المسافة المقررة لهذا السن هنا 6 كيلومترات، انقضى النصف الأول ودخلنا بالنصف الأخير، مسافة كافية سنشاهد من خلالها المنافسة الجادة التي ستدور ما بين هذه الأقطاب المشاركة المنطلقة والباحثة عن السيارة. أسماء متأخرة انتظر قدومها وظهورها مع لافتة 1200 الأخيرة. بينما اللي وصل شمعدان سليم بن سعيد بن راعي العفاري تقدم إلى المركز الثالث في هذه اللحظة، ووصل السيف لسعيد بن الحزيم العويسي يتقدم إلى ثالث المراكز. بينما أيضا قادم الأبيض تعزيزا للشعار المتقدم لمحمد بن سالم بن محمد الوهيبي ينطلق ويتقدم إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. ما شاء الله. أعود مع البداية، أعود مع الثلاثية الجميلة الأبيض ومهيض والأبيض وهناك شمعدان. الله الله الله، سيطرت ممثل السلطنة على المستويين الأول والثاني عن طريق الأبيض والأبيض لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما مهيض سالم الرصاص بن سالم عمري من يقدم مهيض في هذه اللحظات على المركز الثالث. بينما هناك الوصول من مشغل حمود بن سعيد بن حمود بن محمد العفاري بدأ يتقدم إلى المركز الرابع هو الآخر، قادم من دولة الإمارات مع سفير الأصالة، باحث عن الإنجاز والانتصار، باحثا عن السيارة من هذا المهرجان الكبير. لكن أعود مع البداية، مع انطلاقة الأبيض المتصدر لمجموعة الإذاعة الجعادين محمد بن سالم بن محمد الوهيب. يا سلام، وصل مشغل تقدم إلى المركز الثاني في هذه اللحظة. يتواجد هناك حمود بن سعيد بن حمود بن محمد العفاري الأبيض حمد بن محمد بن سالم الوهيبي في المركز الثالث. مهيض رصاص بن سالم بن رصاص العامري في المركز الرابع. السيف مع سعيد بن الحزيم العويسي في المركز الخامس. المركز السادس المدفع زاهر بن سالم بن سعيد اللي حافي. يا الله، مشغل مشغل مشغل، من غير مجريات الأمور، من
أن تقدم مجموعة الجعدان الإذاعة الله يا مشغل القادم من دولة الإمارات بقيادة حمود بن سعيد بن حمود بن محمد العفاري. يتقدم هذه الأسماء، بدأ ينطلق، بدأ يبتعد بهذا الموقع باحث عن السيارة 1500 متر الأخيرة، الفاصلة عن النهاية، الفاصلة عن المنصة الرئيسية، عن الجمهور الكريم المتابع لانطلاقات هذا المهرجان، لانطلاقات أشواط سباق هذا اليوم. وهذا هو مشغل على موقع البداية، على موقع الصدارة مع حمود بن سعيد بن حمود بن محمد العفاري. بينما المركز الثاني الأبيض محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، من يقدم الأبيض على المركز الثاني؟ المركز الثالث السيف، أو هذا الاسم القادم. أتراجع قليلا لكي يتعرف على الاسم القادم، الشعار الأصفر الذي بدأ بالتقدم والظهور بأول نداء له. ما شاء الله اللي وصل في هذه اللحظة مع معدي ناصر بن حمد بن حميد الزرعي، يقدم معدي على المركز الثالث. لكن أعود مع مشغل، مع اقترابنا من الكيلو الأخير، الكيلو المثير، بدأنا ندشن أمتار هذا الكيلو، بدأنا ندخل بأجواء هذا الكيلو، الكيلو الأقوى والكيلو الأصعب. بدأ مشغل يقلص أمتاره، بدأ يقترب من النهاية لتحقيق الفوز والانتصار بقيادة سفير الأصالة الحاضر لمتابعة مجريات هذا السباق راشد بن زفر العفاري. الله 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 يا هذا الأداء، 800 متر الأخيرة، الفاصلة عن النهاية، تابع الأسماء القادمة. ووصل معدي، ووصل معدي في هذه اللحظة ناصر بن حمد بن حميد الزرعي، بدأ ينطلق إلى المستوى الثاني. بينما المركز الثالث هناك الأبيض محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، 600 متر الأخيرة، ومشغل على البداية، مشغل على المقدمة. حمود بن سعيد بن حمود العفاري لم تصدر عليه الأوامر بعد، لكن حذاري من الأبيض، محمد بن سالم بن محمد الوهيبي بدأ بالحركة والانطلاق مع اقترابنا من السيارة، مع اقترابنا من الجمهور، مع اقترابنا من المنصة. روح يا سفير الأصالة، راشد بن زفر العفاري أصدر التعليمات المباشرة بقيادة سعود بن لوحوش الوهيبي بالأمتار الأخيرة. مشكور يا الماهر، سلام لسفير الأصالة، سلام لدولة الإمارات، سلام 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 لراشد بن زفر العفاري، سلام للماهر سعود بن لوحوش الوهيبي. هذه الإنجاز، هذا الانتصار، هذا الاندفاع، هذه النهاية، وإلا فلا. سلام للإمارات، سلام، سلام لبزفنا، سلام، سلام لبلوحوش، سلام. تهانينا لهم بمناسبة فوز مشغل بسيارة الجعدان الإذاعة. بينما الذي أتى على المركز الثاني، الوصول كان من الأبيض محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، المركز الثالث المدفع زاهر بن سالم بن سعيد اليحافي، المركز الرابع كان الوصول من معدي ناصر بن حمد بن حميد الزرعي. هذه نتيجة الأربع المراكز الأولى، بقية الأسماء حيلها لين خط النهاية. تهانينا والناموس لحمود بن سعيد بن حمود بن محمد العفاري بمناسبة فوز مشغل حصوله على سيارة الجعدان الإذاع بعرض جميل باندفاع مميز بالأمتار الأخيرة. واستطاعوا بكل قوة أن يهدي مالكه سفير الأصالة راشد بن زفر العفاري هذا الإنجاز وهذا الانتصار. أيضا وأهالي دولة الإمارات لهم هذا التهاني والناموس، وأيضا للمضمر المتابع سعود بن لوحوش الوهيبي. مشاهدينا الأعزاء، هكذا تابعنا الشوط الثاني من مجموع أشواط هذا الصباح، وثاني سيارات هذا الصباح أيضا تغادر الحدود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه المرة عن طريق مشغل الذي حمل التهاني والسلامات والنواميس لمالك مشغل حمود بن سعيد بن حمود بن محمد العفاري. واسعد الله صباحكم. لحظات الوصول الى خط النهايه، قاطعنا المسافه 9 دقائق 19 ثانيه 62 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لحمود بن سعيد بن حمود والمضمر سعود بن لوحوش الوهيبي. اما المركز الثاني وصل فيه الابيض في توقيت زمني مقداره 9 دقائق 22 ثانيه 44 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن محمد الوهيبي. فالمركز الثالث، لحظات وصول المركز الثالث 27 ثانية 98 جزء من الثانية. التهنئة والناموس لزاهر بن سالم بن سعيد الجحافي. إذن تابعنا هذا الشوط مثل ما شفنا صاحب المركز الأول مشغل المملوك لحمود بن سعيد بن حمود
العفاري من دولة الإمارات العربية المتحدة. أما المركز الثاني الأبيض محمد بن سالم بن محمد الوهيب. المركز الثالث المدفي لزاهر بن سالم بن سعيد الجحافي. هذه نتيجة هذا الشوط. أما الشوط الأول الرئيسي فتسجل أيضا للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. هتاشة من احتلت المركز الأول حصلت على السيارة لعبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي من دولة الإمارات مدينة القوع. أما المركز الثاني فكان نصيب أيضا برزمان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. إذن للمرة الثانية محاولات ممثل السلطنة على المركز الثاني. المركز الثالث حصلت عليه سمحة المملوك العزيز بن عبد الله بن مكتوم الشريفي من دولة الإمارات. هكذا تابعنا. ننتقل الآن مع هذه اللقطات الرائعة ومن بعد ذلك إلى عربة النقل لأخذ وقائع الشوط الثالث من مجموعة الأشواط. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء، أحييكم وأجدد لكم التحياتي واللقاء في انطلاقاتي هذا الصباح ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد حفظه الله ورعاه، الذي نتابعه في ثالث أيامه، والخاص هذا اليوم بسن الإذاع من مسافة 6 كيلومترات. شاهدت الأشواط الرئيسية وشاهدت أشواط المتعة والإثارة. لنبدأ بأشواط المتميزة، لنبدأ مع أشواط الحماس. هكذا على بركة الله ينطلق ثالث أشواط هذا اليوم والمخصص بالإبكار. الإذاع كما تشاهدون عبر القنوات الناقلة لهذا المهرجان ولهذا العرس التراثي الكبير عبر قناة أعمان الرياضية، نسير مع هذه الأسماء الغادمة من شتى ميادين مجلس التعاون الخليجي الكبير، لنرحب بهذه الأسماء اللي تزين أرضية ميدان البشاير هنا في سلطنة عمان الشقيقة، ونسير في تحدي هذا الشوط ونتابع المركز الأول من تتقدم على الصدارة. والمركز الأول في هذه اللحظات، هذه هي اللي تتقدم المشاركات وتندفع هنا، مياسة لنايف بن أحمد الشامسي من تحتل المركز الأول القادمة من دولة الإمارات. هذه هي كما تشاهدونها على الصدارة الأولى، بينما الانتقال مباشرة إلى المركز الثاني لأتابع هنا نيران لحمد بن راشد بن كشيم بن مبارك الشامسي تأتي على مستوى المركز الثاني، بينما الانتقال إلى المركز الثالث لأتابع المنطلقة على المركز الثالث والمتقدمة هنا شواهين محمد بن ناصر بن طويل بالمنصوري، ثلاثية مشاهدين الأعزاء قادمين من دولة الإمارات ليسيطروا على الثلاث المراكز الأولى، بينما المركز الرابع المنطلقة هنا غزر مع المركز الثاني أيضا في هذه اللحظة لحمدان بن حميد بن هلال العسكري
العسكري تحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس يا سلام الشامخة شامخة شامخة اللي شامخة بشعارها تتقدم مشاهدينا الأعزاء بشعار سهيل بن سعيد بن خيلة العامري. هذه هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى، دعناها لمسامعكم. هكذا هي الأسماء المنطلقة في تحدي هذا الشوط، والأسماء الغوية اللي ما بعد الكادر الإعلامي، اللي ما بعد الخمس المراكز الأولى نترقبها مع كيلو الحماس مع الكيل والمتر النهائي مشاهدين الأعزاء. لكن العودة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مياسة، مياسة يا مياسة، مياسة العودة تنطلق على الصدارة وترقص على الصدارة الأولى مياسة لنايف بن أحمد برحمه الشامسي. تتقدم المشاركات وتندفع على الصدارة. المركز الثاني تتقدم في مشاهدين الأعزاء الشامخة بشموخة، الشامخة بشموخة تحتل المركز الثاني، يقدمها سهيل بن سعيد بن خيلة العامري، عماري العامري ها هو يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث الأسم المتقدم الشعار المتسلل لتأتينا مشاهدين الأعزاء جهاد. هذه هي جهاد مجاهدة من أجل الانتصار، من أجل الفوز المشرف في هذا الختامي في هذا المهرجان. بالفعل هذه هي جهاد لحمد بن سيف بن نعيف العامري. وصل هذا الشعار ممثلا لهالي ميدان الساد في دولة الإمارات ليبحثوا عن عرينة، ليبحثوا عن الانتصار. من يغير إلى المركز الثاني والمركز الثالث اللي تتقدم في مياسة لنايب بن أحمد بن حمى الشامسي. والمركز الرابع، المركز الرابع من هناك؟ من المنطلقة؟ هناك أيضا غزر تتقدم لحمدان بن حميد بن هلال العسكري. العسكري مشاهدين الأعزاء يأتي ويحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصل شعاري ممثل السلطنة ليقدم لنا برزمان، اسم عرفه التاريخ. تتقدم برزمان أحد المناطق تتواجد في ولاية المضيبي ليمثلها أيضا مشاهدين الأعزاء حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. ها هو يتقدم على الكوكب الخماسية. هكذا نتيجتنا وندائنا الثالث أتممنا لحضراتكم. ولكن يا هل ترى الشوط سيغادر الحدود أم سيبقى هنا في سلطنة عمان؟ ولكن يبدو أن السيطرة إماراتية، السيطرة إماراتية حتى هذه اللحظة الجميلة. بن نعيف، بن نعيف مع جهاد. يا الله يا هذا الجهاد، يا هذا الجهاد، يا بن نعيف يا بن نعيف ركز مع جهاد. جهاد على الصدارة، حمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما اللي تحتل المركز الثاني الشامخة سهيل بن سعيد بن خيلة العامري. سيطرة من عيال الشيبة، يسيطروا على المراكز الأولى، المركز الأول والثاني. الله يا سلام المركز الثالث. أتابع الغدوم، أتابع التحدي، أتابع الإثارة. المركز الثالث اللي تتقدم، هناك برزمان، برزمان تتقدم مع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. يلا يا ممثل السلطنة، يلا يا ممثل السلطنة برزمان. ها هي مشاهدين الأعزاء كما تشاهدونها عبر قناة أعمان الرياضية. الله المركز الرابع، المركز الرابع تتقدم الظبي، الظبي الظبي هذه هي الظبي المبارك بن برقش العامري.
يأتي على المركز الرابع. المركز الخامس تتواجد هناك السايحة لمحفوظ بن عبد الله بن سعود الدرعي. هذه هي النتيجة، ولكن الكيلو المتر الأخير، الكيل الخطير. هذه هي الأجواء المناخية، هذه هي مشاهدينا الأعزاء منطقة الإعلام النهائية. ولكن الشامخة، الشامخة سهيل بن حمد، أيضا بن خيلة، سهيل بن سعيد بن خيلة العامري بدأ يطلق عنانه، بدأ يصدر تعليماته. الخطوط النهائية بدينا فيها، ولكن جهاد، يا جهاد، يا هو جهاد، يا هو تحدي مع الأمتار الأخيرة. جهاد مع بن عيف، مع بن نعيف يقدم لنا جهاد حمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري. ولكن الأسماء القادمة، الأسماء الواصلة، والتحديات اللي تأتينا مع اللحظات الأخيرة. المركز الثاني القادمة في هذه اللحظة الجميلة شواهين علي بن ناصر بن علي الزرعي. ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية، تهانينا، تهانينا والناموس على هذا الفوز لمالك شواهين علي بن ناصر بن علي الزرعي، وسلام يا ولاية الكامل والوافي على هذا الفوز. المركز الثاني جهاد حمدان بن حميد بن هلال، أم المركز الثاني جهاد لأحمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري. نعم، اللي احتلت المركز الثاني. والمركز الثالث برزمان لأحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع فأصبح من نصيب كذلك برزمان لمحمد بن سالم بن محمد الوهيبي. هذه هي النتيجة للأربعة المراكز الأولى، فتهانينا والناموس إلى مالك شواهين علي بن ناصر بن علي الزرعي. لك التحية يا أبو ناصر على هذا الفوز، وسلاماتنا إلى أهالي أيضا ميدان الكامل والوافي في المنطقة الشرقية جنوب، فتهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا الأعزاء، لازال التواصل مستمر من هنا، من أرضية ميدان البشاير الذي يحتضن هذه الفعالية الغالية التي تأتي بتوجيهات سامي من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابع كريم من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. نعيش أجواء هذا الحدث الرياضي الكبير. تابعنا الشوط الثالث، تابعنا صاحبة المركز الأول شواهين التي وصلت في الأمتار الأخيرة وانتزعت الصدارة، تعود الملكية لعلي بن ناصر بن علي الزرعي من الكامل والوافي بزمن مقداره 9 دقائق 29 ثانية و30 جزء من الثانية. أما المركز الثاني، حصلت على المركز الثاني جهاد بتوقيت زمني مقدار 9 دقائق 32 ثانية 94 جزء من الثانية. تهاني والناموس لحمد بن سيف بن عيف العامري من دولة الإمارات العربية المتحدة. مركز الثالث وصول أيضا بنفس التوقيت تقريبا جزء واحد فارق من الثانية لحمد بن محمد الوهيبي برزمان. تهانينا لأهالي المضيبي أيضا التألق وحصول برزمان على المركز الثالث. إذا هكذا تابعنا هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء الذي لا يقل أهمية من ضمن هذا المهرجان، شوط له أيضا جائزة نقدية كبيرة مرصودة للفائز بالمركز الأول، وإلى المركز العاشر أيضا لهم جوائز نقدية. تابعنا هذه اللقطات المثيرة المختارة لنا من هذا التجمع، هذا الكرنفال الرائع الذي يجمعنا على ميدان البشاير على مدى 4 أيام متواصلة. شوط حمل بين طيات أيضا عدد كبير من الأسماء وحضر التنافس طوال مسيرة هذا الشوط. لازلنا نتابع هذه اللقطات الرائعة، ننتقل الآن لمتابعة وقائع الشوط الثالث.
الرحيم. مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء عبر قناة عمان الرياضية، نحييكم بأجمل تحية من هنا من أرضية ميدان البشاير، وهذا المهرجان الكبير مهرجان البشاير الثاني الذي انطلقت فعالياته بتاريخ 6 من هذا الشهر وسوف يستمر إلى يوم الغد. أشكر جميع الزملاء الذين سبقوني بالتعليق ويتواصل معكم في هذا الشوط حميد بن سعيد الوهيبي، وأتمنى أن أنقل لكم صورة واضحة عما يدور في هذا الشوط. وهذا الشوط أيها الأخوة خصص لفئة لسن الإذاع وفئة القعدان. هذا السباق يأتي بتوجيهات سديدة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخرا وسندا لهذا الوطن المعطاء، وبدعم ومتابعة دقيقة من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. كل الشكر والتقدير له على هذا الدعم اللامحدود لهذه الرياضة العربية الأصيلة. مباشرة أسير بحضراتكم إلى المركز الأول، وأرى هتان هو من يتصدر حق ياسر بن سالم بن راشد السعدي. أما المركز الثاني في هذه اللحظات على ما أعتقد يحمل رقم 3 إذا صح الكلام، أرى لافي حق سهيل بن حمدان بن سالم الدرعي. ننتقل إلى المركز الثالث، ولكن الرؤية حجبت مباشرة إلى المركز الرابع. في هذه اللحظات أرى التقدم لصالح متعب، ويتقدم حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي. الدور دور المركز الرابع الخامس. في هذه اللحظات أرى مبشر لسعيد بن سالم بن ناصر النعيمي، هو من يتواجد أيها الأخوة، المطر بن علي بن سعيد الغفلي، هو من يتواجد على المركز الخامس. أما المركز السادس في هذه اللحظات بدأ الوصول من هملول لمهير بن محمد بن خميس الاكتبي. هذه النتيجة للستة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط. الله يا سلام يا هذا الشوط، شوط يحمل أسماء قوية ويحمل شعارات متنوعة وزاهية وباهية منطلقة، باحثة عن الناموس، باحثة عن النصر، باحثة عن التفوق. أعود إلى المركز الأول، ولا زال متعب أيها الأخوة حق حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي بدأ يقود هذا المسار. أما المركز الثاني في هذه اللحظات أرى هملول حق مهير بن محمد بن خميس الاكتبي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، وأرى ملبي حق علي بن حميد بن خميس اليديلي يتواجد على المستوى الثالث. أما المستوى الرابع في هذه اللحظات أرى أيها الأخوة شاهين حق مطر بن علي بن سعيد الغفيلي. الدور دور المركز الخامس، وبدأت الشعارات تقترب أيها الأخوة. هذا أول الواصلين أيها الأخوة، المركز الخامس في هذه اللحظات يحمل رقم 19 اللي هو شاهين حق محمد بن راشد بن سالم الغيلاني. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الشوط. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، والتغيير اللي طرى من قبل هملول لمهير بن محمد بن خميس الاكتبي هو من يتواجد على المركز الأول. أما المركز الثاني حق راشد بن الزفن العفاري دكتور سفير الأصالة يتواجد أيها الأخوة، ونهنيه بمناسبة فوز مشغل في الشوط الماضي وانتزاعه السيارة. أما المركز الثالث في هذه اللحظات يتواجد أيها الأخوة من قبل متعب حق حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي. وعلى المركز الرابع في هذه اللحظات أرى شاهين حق مطر بن علي بن سعيد الغفيلي.
الدور دور المركز الخامس وشعار محمد بن راشد الغيلاني. أما المركز السادس في هذه اللحظات أيها الحفل الكريم رم عزم حق سعيد بن سالم بن علي الوهيبي، وأيضا هناك شعارات قوية، شعارات لم تدخل في دائرة النداء إلى حد هذه اللحظات، ولكن ترقبوها في الأمتار الأخيرة. ما شاء الله وتبارك الله، يا هذه الأعداد، يا هذه الشعارات التي قدمت من كل دول مجلس التعاون ومن جميع ميادين السلطنة للمشاركة في هذا المحتفل، في هذا الحدث الكبير وفي هذا العرس التراثي. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى هملول ومهير بن محمد بن خميس الكتبي، لا زال مسيطر كل السيطرة على مقدمة الشوط، ولكن سفير الأصالة وعملية التضمير يأذن مع سعود بالوحوش الوهيبي يتواجد على المستوى الثاني. ولكن أيها الحفل الكريم، الوصول من متعب حق حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي شعار أيضا يعرف طريق الانتصارات جيدا، ولكن من الجانب الآخر أيها الأخوة شاهين حق مطر بن علي بن سعيد الغفيلي يتواجد أيها الأخوة، وبدأ يشكل إذن منافسة قوية على المراكز الأولى. أما المركز يا الله يا سلام، شعار محمد بن راشد الغيلاني أيها الأخوة بدأ يتدخل في هذه اللحظات، ولكن يا مخرجنا العزيز لا تفوتك هذه اللقطة التي أيها الأخوة واصلة، ويحمل إذن شاهين حق عبد الله بن عمير بن ذويب العامري، بدأ أيها الأخوة يتواجد من الجانب الآخر ويحمل رقم 6. الله يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا الشوط، شوط قوي، شوط حماسي، يحمل أسماء عديدة وأسماء مرشحة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى الصدارة، ومن غير شاهين لمحمد بن راشد بن سالم الغيلاني بدأ يقود هذا الشوط في هذه اللحظات، ولكن هنالك من الجانب الآخر أرى شاهين حق مطر بن علي بن سعيد الغفيلي يتواجد، والمركز الثالث المركز الثالث حق عبد الله بن حمد بن شطيط المالكي. أما على المستوى الرابع في هذه اللحظات، الله يا سلام يا سلام يا هذا الشوط، الله إذن هملول على المركز الثالث حق مهير بن محمد بن خميس الكتبي، وعلى المركز الرابع حق عبد الله حق حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي، وعلى المركز الخامس في هذه اللحظات إذن ملبي حق راشد بن الزفن العفاري، والمركز السادس بدأ يتدخل شعار ممثل السلطنة الدائم، شعار حمد بن محمد الوهيبي، دائما يعرف أيها الأخوة طريق الانتصارات في مثل هذه الأشواط والأشواط القوية. ولكن أيها الأخوة لا زلت أكرر لكم أن هناك شعارات لم تدخل في دائرة الإذاعة إلى حد هذه اللحظات. الله يا سلام، الله يا سلام، إذن شاهين لمحمد بن راشد بن سالم الغيلاني لا زال مسيطر كل سيطرة على مقدمة الشوط، ولكن هناك على المركز الثاني أرى شاهين حق مطر بن علي بن سعيد الغفيلي، وعلى المركز الثالث أرى التقدم من هملول مهير بن محمد بن خميس الكتبي يتواجد على المستوى الثالث، وعلى المركز الرابع إذن لا زال متعب حق حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي. ولائحة 800 متر الأخيرة نغادرها في هذه اللحظات، والانعطاف الأخير والانحناء الأخير نحو خط النهاية، وهذا الخط المستقيم. الله يا الغيلاني، يا سلام يا الغيلاني، لم يبدأ أي أوامر ولا شبه أوامر. مشكور يا الغيلاني على هذه العروض المميزة. هذا محمد بن راشد الغيلاني يتواجد مع شاهين ويقود هذا الشوط، ولكن أحذرك يا مالك شاهين، الأسماء قادمة، شعارات أيها الأخوة تعرف طريق الانتصارات. الله الاسم القادم، وأول إذاعة للأسد، خميس بن سالم بن مسلم بن سالم الزرعي هو من يتواجد على المستوى الثاني. ولكن خلونا مع مقدمة الشوط، خلونا مع المركز الأول، شاهين ومحمد بن راشد بن سالم الغيلاني لا زال يسيطر على مقدمة الشوط، ونحن على بعد أمتار وخط النهاية، يقف احتراما وتقديرا لقدوم هذا الشعار، شعار محمد بن سالم الغيلاني. خلاص الشوط يسجل باسم شاهين لمحمد بن راشد الغيلاني. تهانينا والناموس المركز الثاني
إذن الأسد حق خميس بن مسلب بن سليم الزرعي والمركز الثالث. أيها الأخوة، نحيل مع لجنة الخط وبقية المراكز لها دور في مثل هذا الموقف وانتقاء جميع المراكز من المركز الثاني للمركز العاشر. إذن هذه النتيجة. أعود بالتهنية والناموس لمحمد بن راشد بن سالم الغيلاني بمناسبة هذا الفوز الكبير. وفي هذه اللحظات أحيل المايك إلى المعلق المعروف راشد بن حارب السعدي هناك بالمنصة الرئيسية. شكرا للزميل حميد بن سعيد الوهيبي الذي قام بالتعليق على هذا الشوط ووفانا بنتائج الشوط الرابع من مجموعة أشواط هذا الصباح. مشاهدينا الأعزاء، لا زال التواصل مستمرا من هنا من أرضية هذا الميدان في هذا النقل الحي والمباشر عبر تلفزيون سلطنة عمان القناة الرياضية الناقل الحصري لهذا السباق. هذه لحظات وصول شاهين، هذا الشعار الذي تساءلنا عنه كثيرا، شعار راهد بن سالم الغيلاني يصل شاهين 9:35 36 جزء من الثاني. تهنينا لمحمد بن راشد بن سالم الغيلاني. أما المركز الثاني أيضا سجل 9:36 وفاء وتماما. التهاني والناموس الخميس بن مسلم بن خميس الزرعي. المركز الثالث وصل في حملول لمهير بن محمد بن خميس، على ما يبدو مهير بن محمد بن خميس الاكتبي مسجلا 9:36 20 جزء من الثانية. تهانينا لمالك حملول. إذن هكذا مشاهدينا الأعزاء تابعنا هذا الشوط الذي لا يقل أهمية من ضمن برنامج هذا اليوم، وهو اليوم الثالث من هذا المهرجان الذي سيكون حاضرا تحت رعاية سعادة أحمد سيب بن أحمد الصوافي المستشار بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد معظم. إذن هذا الشوط الذي تابعناه وهذه لقطات مختارة من هذا الشوط إلى حين الانتقال إلى عربة النقل لنقل وقائع الشوط الخامس من مجموعة الأشواط في هذا الصباح. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نجدد لكم التحية مرة أخرى من هنا من هذا الموقع أرضية تحفة ميادين السلطنة ميدان البشاير في يومه الثالث على التوالي ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يقيمه صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد الممثل الخاص لجلالة السلطان المعظم. شكرا جزيلا يا صاحب السمو على هذا الدعم السنوي السخي. شكرا لكافة اللجان المخرجة لهذا السباق. إذن أيها الحفل الكريم، شوطنا الخامس المخصص للإذاع ينطلق بحفظ الله ورعايته بهذه الأسماء وبالشعارات المندفعة الباحثة عن الناموس، الباحثة عن الإنجازات والتميز في عالم التميز وعالم الإثارة. وصايف هي من تفتتح الإذاعة وتندفع في مقدمة الشوط. أحمد بن محمد راعي حير الدرعي هو من يقدم لنا وصايف في المركز الأول، بينما المركز الثاني هو هنا وصول من انتباه سعيد بن سالم الغيلاني يقدم لنا انتباه على ثاني المراكز. المركز الثالث وصول من مذيار سالم بن سيف الدرعي وسعيد بن سالم بن سيف الدرعي.
المركز الرابع. هناك القدوم ايضا في هذه اللحظات من النعيمية محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي على المستوى الرابع، وفي المركز الخامس هناك تابع على اسماء القادمة في هذه اللحظات برزمان محمد بن سالم بن محمد لهيبي، هو من يقدم لنا برزمان في خامس المراكز. وفي المركز السادس بدأت الأسماء تصل وتعلن ظهورها، هناك أيضا التواجد الجميل في هذه اللحظات من حاملة الرقم 37 طرب علي بن سالم بن السبع لينيبي، يقدم لنا طرب على خامس أو سادس المراكز. هناك أيضا التواجد في المستوى السادس مشاهدين الكرام من كيف حمد بن بطي الغفلي، يقدم لنا كيف على المستوى السادس المركز السابع. هناك أيضا التواجد من الظبي راشد بن سعيد الزرعي المركز السابع، إذا تتواجد الظبي ثامن المراكز. مشاهدين الأعزاء الأسماء القادمة تعلن عن وجودها الممتاز. هنا نبأ محمد بن حمد بن محمد لهيبي، يقدم لنا نبأ في المستوى الثامن. وفي المركز التاسع التواجد أيضا في تاسع المراكز، هناك أيضا حاملة الرقم 42 اللي هي برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز العاشر وتابع حاملة الرقم 15 على ما يبدو ثقة علي بن حمد المطوع الكتبي. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة المندفعة الباحثة عن الناموس الباحثة عن التميز والإبداع في عالم الإبداع، هذا العالم الساحر الذي يتابعه ملايين عشاق هذه الرياضة. إذن المقدمة يا سلام، الله الله، مقدمة الشوط والتواجد الممتاز يا سلام، الله الله يا الدرعي حميد بن محمد راح يحير الدرعي من يقدم لنا وصايف. فالمركز الأول القادمة من ميدان رقيعات من القوع، يا سلام تبى تهدي السلامات لهالي القوع. بينما المركز الثاني طرب علي بن سالم بن السبع لينيبي على المستوى الثاني، وبدأت طرب تطرب الجميع بهذا العرض الجميل بهذا الأداء المميز. هناك أيضا المركز الثالث وصول في هذه اللحظات ووصول جميل من ممثل السلطنة الدائم حمد بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا برزمان على ثالث المراكز. وفي المركز الرابع أيضا بدأت الأسماء في هذه اللحظات بالدخول في معمعة هذا الشوط. هناك تابع المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء نبأ محمد بن حمد لهيبي، وهناك تتواجد أيضا والدخول الممتاز من انتباه سعيد بن سالم الغيلاني ومن تبه انتباه جيد. ولكن نكتفي بالخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع الصدارة، أعود مع رعق حير، هو من يقدم لنا الأجمل إلى هذه اللحظات. ولكن طرب بدأت تعزف على وتر المقدمة وبدأت تطرب الجميع والجماهير بهذا الأداء الجميل بهذا العرض الكبير الذي نتابع يا سلام في سن الإذاع سن الإمتاع. إذا نتابع المقدمة يا سلام، الله طرب وصايف وصراع ثنائي جميل. هناك برزمان أيضا القادمة بقوة على المستوى الثالث مع محمد بن سالم بن محمد لهيبي على ثالث المراكز. هكذا النتيجة للمثلث الذهبي المثلث الجميل. وفي هذه اللحظات تنتصف المسافة، قطعنا 3 كيلومترات، يتبقى 3 كيلومترات أخرى، 3 كيلومترات فيها الإثارة فيها المتعة والقوة في هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان المميز الذي يستمر فعاليته إلى يوم الغد إن شاء الله في يوم الختام. عموما مهرجان مميز، مهرجان رائع سنوي يقام يا سلام على أرضية تحفة ميادين السلطنة ميدان البشاير، وبدعم سخي ومستمر من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان المعظم. شكرا جزيلا يا صاحب السمو، شكرا جزيلا يا صاحب السمو على هذا الاهتمام بهذا الموروث العريق الأصيل. إذا نعود إلى مجريات الشوط ووصايف اللي قامت راس لا زالت تبدع إلى هذه اللحظات. حمد حميد بن محمد بن حميد الدرعي راعي حير، هو من يبدع، هو من يقود الأفضل إلى هذه اللحظات ومن يقدم وصايف. ولكن أيضا تتواجد طرب علي بن سالم بن السبع لينيبي، هو من يقدم لنا طرب في المركز الثاني وبالضغط المستمر المركز الثالث. مشاهدين الأعزاء أريد لها لقطة رعية المركز الثالث القادمة. إذن هنا وتابع في هذه اللحظات نبأ
محمد بن حمد بن محمد لهيبي على المستوى الثالث، رابع المراكز برزمان محمد بن سالم بن محمد لهيبي، المركز الرابع المركز الخامس هناك شعار الغيلاني سعيد بن سالم الغيلاني، من يقدم لنا انتباه اللي منتبهه هناك ايضا وصلت برزمان الاخرى محمد بن محمد لهيبي على المستوى السادس، يا سلام ستة مراكز جميلة ومثيرة وقوية، والصراع المحتدم الى هذه اللحظات بحثا عن الناموس بحثا عن الانجاز بحثا عن الفوز، يا سلام الله الله الله. اذا الهدوء الذي يسبق العاصفة، هدوء يسبق العاصفة، العاصفة لا محالة قادمة، هناك ايضا الجميع ينتبه والجميع محضر في الشوط الاخير في الكيلومتر الاخير، محضر ايضا الافضل والاروع والاجمل عندما تصدر اوامر على هذه الجواهر التي ايضا تزهي ارضية الميدان. اذا وصايف هي سيدة الموقف، وصايف معك يا رعق حير هو من يقدم لنا وصايف الى هذه اللحظات تتربع على عرش الشوط، لم تتنازل اطلاقا رغم الضغوط الموجوده من طرب علي بن سالم بن السبع لنيبي رعية الميدان، هو تتواجد رعية الميدان والوجود الاخر ايضا من نبأ محمد بن حمد بن محمد لهيبي، وعندها نبأ عندها نبأ عندها شيء في هذا الشوط، تبى الاثاره تبى ايضا تعمل لها اثاره وجوله حاسمه، و1200 متر هنا بوابه العبور نحو خط النهايه ال1200، ولكن وصايف الله 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 يا وصايف يا سلام يا وصايف، لم تفارق الصداره لم تبرح ايضا في هذا الموقع ولم تغير الى هذه اللحظات، الوضع ساكن مع وصايف يا سلام، سيطره واضحه من وصايف رعد حير القادم من ميدان الرقيعات، ولكن حذاري بدأوا يوصلون يا حذاري يا رعد حير، وصل الطرب علي بن سالم بن السبع لنيبي بدأت ايضا بدأت تضغط هناك، وتابع نبأ اللي عندها نبأ في هذا الشوط معك يا لهيبي حميده وحمد بن محمد لهيبي او محمد بن حمد بن محمد لهيبي على المستوى الثالث في هذه اللحظات، وبدا الدخول بدات الاسماء في الظهور يا سلام الله الله الله. اذا شعار الغيلان القادم وهناك بدات الاسماء في الاقتراب، اذا اعود الى الصداره اعود الى المركز الاول، هنا القدوم يا سلام جباره عوض بن ناصر بن حمود المالكي اللي بدات الان تقترب جباره، وصلت الى المركز الثالث ولكن وصايف ولكن وصايف الله 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 يا وصايف يا سلام يا سلام الله يا رعد حير، وصايف وصايف تبى تهدي السلامات للقوع، الله يستاهلون يستاهلون هذه القوع، هذا العرض الكبير واللي قامت راس وانهت راس، بسم الله ما شاء الله 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 الله، سلام للقوع سلام سلام الرقيعات سلام سلام رعد حير سلام، اسعد الله صباحك حميد بن محمد رعد حير، تهانينا والناموس. المركز الثاني عوض بن ناصر بن حمود المالكي، المركز الثالث محمد لهيبي نبأ، المركز الرابع مشاهدينا الكرام حملة رقم 32 بشاير للشيخ حمد بن سعيد بن صالح لنيبي، خامسا انتباه او خامسا معك يا الغيلاني، اذا انتباه سعيد بن سالم الغيلاني، بقية المراكز سنتركها الى لجنة الخط. هكذا كان الشوط، اعود بالتهني والناموس مرة اخرى المالك وصايف حميد بن محمد بن حميد الدرعي، تهانينا واسعد الله صباحك والتهنئة لكل الاخوة الفائزين، والميكروفون نحيل الى الزملاء في المنصة الرئيسية. شكرا للاخ هاشم بن حارب السعدي الذي قام بالتعليق على مجريات هذا الشوط. مشاهدينا الاعزاء لا زال تواصلنا مستمرا في هذا النقل الحي والمباشر لوقائع هذا السباق الذي يقام على مدى 4 أيام متواصله بميدان البشاير، الذي بسط ذراعيه لاستقبال كل الضيوف الذين توافدوا من دول مجلس التعاون ومن مختلف المحافظات بالسلطنة. هذا الشوط تابعناه وصايف من انتزعت المركز الأول وحسمت الأمور، قامت راس وأنهت هذا الشوط بفارق جيد ومريح،
توقيت الزمن 9:34 48 جزء من الثانية. تهانينا لحميد بن حمد بن حميد بن رعق حير الدرعي ولأهالي القوع كافة، سعد الله صباحكم. شاهنية وصلت مركز الثاني لحظات مرورها إلى خط النهاية 9:37 6 أجزاء من الثانية. التهنئة والناموس لعوض بن ناصر المالكي مركز الثالث أيضا بزمن مقداره 9:38 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك نبا أحمد محمد بن حمد بن محمد الوهيبي. هكذا تابعنا هذا الشوط الذي حمل بين طياته وصايف، وحمل بين طياته أيضا أسماء كبيرة تنافست فيما بينها للظفر بجائزة هذا الشوط، وهي جائزة ثمينة مرصودة للفائز بالمركز الأول بالإضافة إلى جوائز نقدية حتى المركز العاشر. لا زال استمرارنا من هنا هذا الميدان الذي توشح واستعد ليكون يوم الختام بإذن الله تعالى غدا على هذا الميدان العريق. هذا اليوم نتابع الوقائع وتقام هذه المناسبة تحت رعاية سعادة سيب بن أحمد الصوافي المستشار بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة. إذن هذه لقطات مختارة من هذا الشوط، ونتابع لحظات وصول وصايف منتزع المركز الأول ومن فرد بالصدارة. ننتقل الآن إلى منطقة الانطلاق لناخذ وقائع الشوط السادس من مجموعة الأشواط في هذا الصباح، وهو آخر أشواط الإذاع. بعد ذلك سيتم الانتقال إلى أشواط الثنائي وأشواط الحول، فإلى هناك. الأعزاء متابعينا الكرام عبر أيضا القناة عمان الرياضية لهذا الصباح الشوط السادس، على البركة ينطلق أيضا حاملا آمال المشاركين والمنطلقين في هذا التحدي والمسار الجميل أيضا على أرضية هذا الميدان. الشوط إذا هكذا الانطلاق والتحدي المسار مع هذه الانطلاقة وهذا التحدي إلى الصدارة والمركز الأول. تأتينا هنا أيضا اختيار راشد بن عبيد بن حامد على المركز الأول والصدارة الأولى، ولكن التغيير من الجانب الآخر أيضا القاهرة محمد بن سعيد بن راشد الحكماني على الصدارة والمركز الأول. هناك الانطلاقة أيضا التحدي المسار من الجانب الآخر يا أبو سلطان، أيضا رؤيته غير واضحة. هنا أيضا التواصل مع طيب محمد بن حمد بن مبارك المنصوري على ثاني الانطلاق. ثالث المراكز والمنطلقين اختيار راشد بن عيد بن حامد والمضمر خميس بن سالم الزرعي أيضا، بينما رابع المنطلقين والمندفعين جبار الفاضل حميد بن محمد الدرعي في هذه الانطلاقة وهذا المسار، بينما المركز الخامس أيضا وصولنا يأتي وندائنا الضبي سالب سهيل بن الديلة العامري على خامس الانطلاق. المركز السادس أيضا نتواصل الضبي سالب سهيل العامري، والمركز السادس وصول أيضا الإمامة علي بن سليمان بن علي الوهيبي، بينما سابع الانطلاق والتحدي المسار تأتي الضبي علي مانع بن رحم الشامسي، والمركز السابع أيضا وصول برزمان محمد بن سالب بن محمد الوهيبي. الدخول أيضا هناك إلى عاشر المراكز مع نهابة تأتي محمد بن حميد بن منصور الدرعي. هكذا ندائنا للعشرة المراكز الأولى المنطلقة والمدفعة دائما على صدارة الشوط، على صدارة التحدي شوط الإذاعة السادس في أجمعية أشواطنا لهذا اليوم. مسار 6 كيلومترات الحاضرة أيضا في هذا الانطلاق وهذا التحدي. ما شاء الله تعليقنا إذن يوم الأبكار صفت والنتائج عند غل
علام الخوافي، كان عندك حسم للميقافة ثبت ومن خذ الناموس يبشر بالعوافي، شوف عيني يوم خلق الله في المنصات التلفت تتربق تتدق التتويج والوضع انتحاري. ما شاء الله الوضع الانتحاري اذا في هذا اليوم في هذا الانطلاق الرائع والمميز ايضا في انطلاقات ايضا هذه المكرمة على ارضية هذا الميدان. هنا ايضا الانطلاق والتحدي برزمان على الصدارة، برزمان هناك ايضا تترقبها عيون المشاهدين، عيون ايضا جماهيرها التي ترافقها. ما شاء الله محمد بسهاد بن محمد الوهيبي، بينما المركز الآخر أيضا هناك اللي غيرت في هذه اللحظات، أرى أيضا نهاب حميد حمد بن حميد بن منصور الدرعي على المركز أيضا الأول تتربع على عرش الصدارة والمقدمة. نقلتنا إلى ثاني المراكز أيضا برزمان، هنا تأتي أيضا مع محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، والمركز الثالث هنا أيضا وصول طيف محمد بن حمد بن مبارك المنصوري، رابع أيضا المنطلقين والمندفعين جبارة حميد بن محمد الدرعي، والمركز الخامس أيضا وصول هناك من الجانب الآخر من تحمل الرقم 28 بشاير محمد بن عبيد محمد الوهيبي. نغلق دائرة النداء للخمسة المراكز الأولى والانطلاق والتحدي المسار في هذا الشوط الذي لا يقل أهمية عن أشواطنا الماضية. إذا النهابة بدت تنهب الأمتار، تنهب هذا الانطلاق. ما شاء الله حمد بن حميد بن منصور الدرعي، أهالي أيضا حمر الدروع قادمين للمشاركة في هذا الانطلاق والتحدي، لأيضا يسجل نقطة ذهبية في هذا المحفل الرياضي العربي الأصيل. أيضا هذه الرياضة التي تحظى دائما بالدعم من مولانا حضرة صاحب الجلالة استطاق قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في هذا المحفل الرياضي العربي الأصيل، الذي دائما ما أيضا تأتينا مكارمة لبقية أيضا الميادين. هكذا الانطلاق والتحدي، هكذا المسار، أخرنا إلى المراكز لنعطي كل ذي حق حقه في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. ما شاء الله إذن بن منصور على الصدارة، لا زال على القيادة والانطلاق حمد بن حميد بن منصور الدرعي. ما شاء الله هي الانطلاق، ما شاء الله هي التحدي، الأسماء ننتظر وصولها أيضا في الأمتار الأخيرة. هناك أيضا في هذا الانطلاق المركز الثاني أيضا طيف محمد بن حمد بن مبارك المنصوري على المركز الثاني، على المركز الثاني أو الدخول. هنا أيضا تأتي مياسة راشد بن عبد الله بن علي بن يوسف على المركز الثاني، والمركز الثالث بشاير محمد بن عبيد بن محمد الوهيبي على المركز الثالث من تحمل الرقم 28، بينما رابع الانطلاق والمسار أيضا يأتينا من قبل هناك رياسة سالم بسهيل بالشرقي العامري، وخامس الانطلاق ايضا هناك تاتي اشتعال سعيد بن هدوب سعيد العمري. هكذا الخمسه المراكز الاولى التي دائما نغلق دائره النداء مع وانطلاقها ومسارها التحدي الاذاع. اوه يا سلام، الله يا نهابه يا نهابه، هذا الشوط يشوق، شوط يحمس يا مالك نهابه حمد بن حميد بن منصور الدرعي. هل ستكون هناك السلامات على ظهر نهابة أم أن هناك رأي آخر لبقية المشاركين والمندفعين في هذا الشوط؟ 2 كيلومترات ما تبقى من عمر هذه المسافة التي نصحبكم بها بالتعليق في هذا الانطلاق والتميز. إذا بن منصور على الصدارة على المركز الأول على الانطلاق والتحدي، سلام مطمع كل مشارك في هذا اليوم في هذا الكرنفال الرياضي العربي الأصيل. المركز الثاني لقطة، هناك من تتواصل على ثاني المراكز من تحمل الرقم 15 صح التعبير. إذن أيضا مياسة راشد بن عبد الله بن علي بن يوسف على المركز الثاني، والمركز الثالث يا مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، هناك أيضا الوصول من نشرة أول نداء لنشرة حمد بن يعان بن حمد الشامسي على المركز الثالث، والمركز الرابع أيضا رياسة سالم بسهيل بالشرقي العامري، بينما خامس
الانطلاق والتحدي المسار الذي ياتي ايضا هناك مع بشاير مع محمد بن عبيد بن محمد الوهيبي. عوده مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام الى الصداره والمقدمه مع هذا الانطلاق، اعلان ايضا ال 1200 متر ما تبقى من عمر هذه الانطلاقه وهذا الشوط ايضا مع نهابه التي لا زالت تقود المسار تقود الانطلاق والتحدي. حمد بن حميد بن منصور الدرعي على الصداره ما شاء الله، اذا هي متدشن الكيلو الاخير في هذه اللحظات في هذا الانطلاق والتميز. شوط الاذاع ايضا في هذا الانطلاق ما شاء الله يا نهابه قيادة حكيمة ويبالها تركيز، تركيز من مالكهم ضامرها اللي يتابعها ايضا مع هذا الانطلاق مع هذه الشاشات. الله يا سلام، اعطني المركز الثاني. المركز الثاني ايضا القادم خلنا للمركز الثاني في هذه اللحظات. 15 في هذه الانطلاقة ايضا مياس راشد بن عبد الله بن علي بن يوسف على المركز الثاني. هنا ايضا هنا ياتي الضغط وتاتي الانطلاقة على المركز الثالث ايضا نشرة حمد بن يعان بن حمد الشامسي على المركز الثالث ما شاء الله. المركز الرابع رياسة سالم بن سيب الشرقي العامري. الاخوان ايضا قادمين، الاشقاء قادمين، ولكن بن منصور روح يا احمد بن حميد مع هذا الانطلاق مع نهابة خلها تنهب الامتار الاخيرة الامتار المتبقية من عمر هذا الشوط من عمر هذه الانطلاق. شاهدت المنصة الرئيسية وانطلقت نهابة، غادرت نهابة، حلقت بالامتار الاخيرة المدرج الاخيري مدرج الناموس ما شاء الله. اذا ايضا هذه الانطلاقة ومنطقة الاعلام ترحب بنهابة حمد بن حميد بن منصور الدرعي. اهالي حمر الدروع يحتفلون ينطلقون مع هذا الشوط. المركز الثاني ايضا و15 هناك ايضا مياس راشد بن عبد الله، ولكن السلامات الاويد هناك روح مياسه. مياسه ما شاء الله ما شاء الله في اللحظات الاخيره مياسه راشد بن عبد الله بن علي بن يوسف. بينما المركز الثاني رياسة سالم بن سهير بالشرقي العامري أيضا استطاعت أن تحسم الشوط في الأمتار الأخيرة. بينما المركز الثالث هناك نهاب حمد بن حميد بن منصور الدرعية الثانية، والناموس إذا لمالك مياسة راشد بن علي راشد بن عبد الله بن علي بن يوسف على هذا الفوز المستحق في هذا الانطلاق والتحدي. والكلمة إلى استوديو التحليل أيضا والمنصة. شكرا للمعلقين على هذا التواصل. مشاهدينا الاعزاء هكذا كتبت الكلمه الاخيره بالنسبه لسن الاذاع وطويت الصفحه باسم مياسه اللي انتزعت المركز الاول في الامتار الاخيره. تهانينا لمالك مياسه حمد راشد بن عبد الله بن علي بن يوسف على هذا التالق وهذا الحضور اللافت. هذه لحظات التغيير قبل الخط النهائي بأمتار قليل استطاعت مياسة أن تنتزع المركز الأول وتسجل توقيت زمني رائع مقداره 9 دقائق 38 ثانية و44 جزء من الثانية. أما المركز الثاني فحصلت عليه نشرة أو رئاسة لسالم بن سهيل بن الشرقي العامري من دولة الإمارات العربية المتحدة. مركز الثالث إذا توقيت مياسه 38 و60 جزء. المركز الثالث حصلت عليه نهابة ونهابة سجلت 9 دقائق 38 ثانية 82 جزء من الثاني. إذا هذه تهاني الحمد بن حميد بن منصور على فوز نهابة المركز الثالث بعد ما قدمت عرض ممتاز وكان بينها وبين إنهاء هذا الشوط أمتار قليلة، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن نهابة، حيث مياسه من فاجأت الجميع في الأمتار الأخيرة وانتزعت الصدارة بهجوم كثف على صدارة هذا الشوط. هكذا مشاهدينا الأعزاء تابعنا هذا الشوط وهذه لقطات أيضا مختارة من هذا الشوط. لحظات تصدر نهابة صاحبة الصدارة ولحظات أيضا التغيير من قبل مياسة واللي هي رياسة اللي في المركز الثاني. إذا بعد هذه اللقطات سننتقل إلى انطلاقة الشوط الأول بالنسبة لسن الثنايا وشوط السيارة الأولى الحاضرة في هذا اليوم بالنسبة لسن الثنايا من مسافة 8 كيلومترات. شوط أيضا أعد له الكثير
ويحمل بين طياته عدد كبير من الأسماء القوية التي عودت جماهيرها بصولات وجولات سواء بمحافظات السلطنة أو بدول مجلس التعاون. ضيوفنا الأعزاء الذين توافدوا على هذا الميدان مستبشرين بالمشاركة الطيبة بعد ما تم الإعلان عن إقامة هذا المهرجان السنوي. فإلى هنا ساير تدبل قلبك شاه ما تدبل خساير يا مرحبا وسهلا باللي شرف حضوره الدار فرحانه واهل الدار مسروره بشاير بشاير لاهل الهجة ثوره لمتنا ومسوى بها
الأشواط ملتا نحما فيها المعذورة والسابق تزعفر كف الكرمة معتادة. Yeah.
بسم الله نبدأ وباسمه نستعين، عليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق والنجاح والسداد. عشاق الأصالة، محبي رياضة الأباي والأجداد، هكذا مهرجان بشاير الذي نعيشه في يومنا الثالث مع انطلاقات فئات الكبار وانطلاقات العمالقة. ها هنا ياتي شوطنا الأول، الشوط الرئيسي، شوط الثنايا، 8 كيلومترات الحاضرة في الاندفاعة المتميزة. شكرا لسيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، الداعم الأول والمشجع لهذه الرياضة العربية الأصيلة. توجيهات سامية من سيدي صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد، الذي حث أبناء دائما على دعمهم وتواصلهم لهذا الموروث الشعبي، موروث تراث الآباء والأجداد. احتفالية كبيرة من هنا، من واقع الحدث والمسار، من ميدان بشاير لسباقات اللجنة العربية الأصيلة. هكذا شوط الثنايا، 8 كيلومترات، النيسان الاشتيشن المرصود للفايز بالمركز الأول. هكذا تتجول النجوم في انطلاقة 8 كيلومترات مباشرة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، من تأتي هنا وليمة ويقدمها محمد بن سلطان بن سعيد المالكي في أول الانطلاق، بينما الاندفاع المركز الثاني
تأتي أيضا وصول من أيضا بنت الخروف فاضل بن سهيل بن محمد العامري يقدم انطلاقة بنت الخروف في هذا المسار وفي هذا الاندفاع. المركز الثالث وصلت مياسة فاضل بن سهيل بن محمد العامري الذي يقدم مياسة، بينما الوصول من المركز الرابع وصلت سرابة ناصر بن صالح بن طرشوم العامري، والمركز الخامس وصول أيضا وانطلاق من برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. هكذا الخماسية، هكذا التحدي يوم الكبار. يا لها من معركة، يا لها من تحدي، حيث نذكر بيوم القد انطلاقة المساء، انطلاقة الختام، موعد الرموز، موعد الأبطال. هكذا ميدان بشاير بشر بالدعم والخير من أجل سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. توجيهات سامية من سيدي صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد الذي أيضا يأتي بالدعم الكبير. والصدارة هنا والمقدمة والمركز الأول وليمة على الصدارة من تأتي هنا موالمة للتحدي والانتصار، ومن يتابعها أحد الخبراء في التحدي والانطلاقة محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يقدم هنا الانطلاقة الأولى على الكادر الأول عبر النقل المباشر والحي بتلفزيون سلطنة عمان الرياضية الذي ينقل دائما لنا أحداث سباقات الهجن بهذا الموروث الشعبي. هكذا موروثنا دائما النعش والتقدم والازدهار، دائما يرقى أيضا التواصل والدعم لا محدود، وهي وليمة على الصدارة. بينما المركز الثاني تأتي هنا الانطلاقة الكبيرة من الشاهنية حمد بن محمد بن سهيل العامري أحد الضيوف المشاركين من دولة الإمارات القادمين برا وبحرا للمشاركة الكبيرة هنا في الاحتفالية، الاحتفالية الناجحة على أرضية ميدان بشاير. وصلت الاسم القادم هنا بالانطلاق أيضا مياسة فاضل بن سهيل بن محمد العامري أيضا أحد الضيوف من ياتي هنا بالانطلاقة الكبيرة. بينما الوصول من المركز الرابع هنا وصول وتدخل كبير من هي معزة أحمد بن محمد بن الكينه العامري يقدم معزة على رابعا وخامس المراكز والتحدي. وصول أيضا وصلت عرقة السيل بن عوضي بن السيل الخيلي ياتي هنا مقدما هذه الانطلاقة. هكذا الخماسية وأيضا النيسان الاجتيشن يتجول من 8 كيلومترات. من هو بطل في هذه المعركة الشريفة؟ من هي النجمة الأولى؟ وين ستذهب هذه السلامات؟ الله يا المقدمة وليمة على الصدارة المالكي من قادها واختارها إلى نمبر 1 إلى الموقع الأول. ولكن يا كثرهم يا المالكي اللي يستهدفون هذا الموقع اللي يطالبون بموقع ون. يا سلام وليمة، ولكن تغيير 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 هنا وتبديل. وصلت معزة أحمد بن محمد بن الكيله العامري يقدم. الله الله يا مرافقة هذه الشعارات، يا لها من شعارات، يا لها من أبطال حضروا من مجلس التعاون الخليجي لياتون هنا على أرضية هذا الميدان. بينما الوصول شعار الممثل الدائم حمد بن محمد بن سالم الوهيبي ياتي، ولكن التغيير ما شاء الله سريعا وتبديلا على المراكز. وصلت أيضا وصلت سودة عبد الهادي بن غانم الشهواني. الشهواني ياتي هنا يقدم لنا هذا الاسم الكبير مع الانطلاقة المتميزة، الانطلاقة الكبيرة. سن الثنايا سن التحدي يحمل هنا الانطلاق المثير.
تأتي هنا بالانطلاقة الكبيرة والمتميزة مع الانطلاقة القوية. هنا يأتي عمر الحجري الذي يقدم لنا هذا الاسم مع الانطلاقة على المركز الثاني، بينما الوصول من المركز الثالث يأتي هنا يقدم لنا هنا شودة عبد الهادي بن غانم الشهواني ليبحث هنا معي هذا الاسم الكبير، اسم شودة التي عرفوها أهالي الأصالة وعرفتها ميادين التحدي والتنافس. يلا يا الشهواني يلا، هناك الحجري على المركز الثالث، وصول من شعار الممثل لياتي مع انطلاقة برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. ما شاء الله ما شاء الله، ترقبوا المفاجئات في السرعة في الكيلومتر الأخير، الكيل المثير هناك يحضرون التنافس للتنافس الكبير. أول وصول أول نداء مع انطلاقة لاقت ايضا هنا لواصلة في هذه اللحظات الواصلة والقادمة يا محمد سلطان، هنا المتقدمة بهذه اللحظات الكبيرة الواصلة غانم بغانم بن عبد الهادي الشهواني، ايضا عبد الغانم او غانم بن عبد الهادي الشهواني مؤكدا لنا حضورها وانطلاقة هذا الشعار. ما شاء الله الله الله، جسر العبور الثلاثة كيلومترات، هكذا الانطلاق وممثل السلطنة من يقود هذه المجموعة الاولى على الصدارة والمقدمة مع انطلاقة برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي احد الخبراء المتميزين دائما مع انطلاقة الكبار مع اندفاعة العمالقة. يلا يا الممثل ركز وتابع ماذا يسير هنا في معركة التحدي والتنافس. الثمانية كيلومترات، يا لها من معركة كبيرة، يا لها من تحدي مثير، يا لها من قوة يحملون التحدي هنا أبطال مجلس التعاون الخليجي. والصدارة هناك مع الممثل من يقدم لنا هذا الاسم المتحدي الكبير، بينما الوصول الثاني أيضا الواصل هناك شعار الشهواني من يقدم لنا انطلاقة والتحدي هنا مع الانطلاقة الكبيرة ليقدم لنا شود على المركز الثاني. ما شاء الله ثالث المراكز والتنافس، هنا وصول آخر من معزة أحمد بن محمد بن الكيلة العامري. يلا يا بن الكيلة يلا يا بن الكيلة، تابع وركز هنا التركيز أيضا في هذا المسار. وصل شعار الغيلاني ليقدم لنا الفاتنة في هذه الانطلاقة الكبيرة، ابراهيم بن سالم بن علي الدرعي. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة الكبيرة لما تحمله من تحديات وصراع المنافسة. هكذا الابطال هكذا العمالقة، مهرجان بشاير من سيسجل النقطة الاولى في سن الثنايا. وصول اخر الله يا الفاتنة محمد بن حمد بن عيف العام يصل هنا يقدم لنا هذا الاسم وهذه الانطلاقة. ولكن شودة شودة الشهواني تنشد عن الموقع وتسال وين الكيلومتر الأخير؟ ماذا هنا يا الشهواني في هذا المسار يحمل التحديات الكبيرة، الانطلاقة الغالية التي تحمل هنا الاندفاعة المتميزة، أيضا شعار الممثل يقدم برزمان. هل تصل إلى بر الأمال؟ تصل إلى بودرة النهاية يا الممثل؟ يطالبونك أهالي منجم السبك بنقطة ذهبية في هذا المسار. وصول آخر الله يا الفاتنة يا الفاتنة يا محمد يا بن حمد العمري اللي يقدم الفاتنة. أول وصول لشواهين أحمود بن عبد الله بن سالم اليح في وصول آخر، قدوم وتحرك هناك من القادمة. يا سلام
والمنطلقة وصلت شديدة. أحمود بن طويرج بن محمد الوهيبي تحمل شعار سفير السلطنة دائما في تحديات الأصالة وشودة على الصدارة. شودة الشهواني التي تقود المجموعة الأولى مسيطرة هنا على كل الوضع في أول الكوادر. يا سلام يا شودة، برزمان برزمان. تحركت أيضا الاسم القادم، وصلت شواهين، وصل اليحافي. والله يا الشهواني يا الشهواني، الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، 600 متر الأخيرة تحمل قولة الأوامر. والنسان الاشتيجن ينتظر هنا وبرزمان على المركز الثاني. ولكن يا قوة أعصابك يا الشهواني، صدر أوامرك وروح في الأمتار الأخيرة. هنا شودة، شودة تتقدم، شودة تنتفع. الله الله، وصل سفير الأصالة، وصل سفير السلطنة وممثل السلطنة. ولكن الشهواني الشهواني شحالية شحالية إلى دولة قطر، إلى دولة قطر. سلام للشقاء، سلام وتحية لأبناء دولة قطر. سلام الشحانية، سلام. ميدان التحدي أولي احتضن هذه الانطلاقة مع شودة غانم بن عبد الهادي الشهواني. المركز الثاني يأتي هنا قبل زمان مع شعار ممثل السلطنة. المركز الثالث سفير السلطنة المعتمد من أجل دائما وصوله إلى هناك التنافس الأصالة شديدة. أحمود بن طويرش بن محمد الوهيبي. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، لازال التواصل مستمرا من هنا في هذه اللحظات التي نرحب فيها براعي هذا الحفل سعادة سيف بن أحمد الصوافي المستشار بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، فأهلا وسهلا برعي هذه المناسبة. مشاهدينا الأعزاء، هذه لقطة لضيوفنا الأعزاء في المنصة الرئيسية، فمرحبا بجميع المشايخ ومن حضر لمتابعة هذه الفعالية الغالية، هذا السباق السنوي الذي يقام دعما وتشجيعا لمحبي هذا التراث لكي يتواصل الأبناء مع موروث الأباء والأجداد. أتت التوجيهات السامية بإيجاد هذه المهرجانات السنوية. ننوه بأن صاحبة المركز الأول من خلال التسجيل ومن خلال الشعار اللي وصلت في المركز الأول للغفيق بن الصغير بن عبد الله المالكي هي مناورة بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 46 ثانية 96 جزء من الثانية. إذا تهانينا والناموس للغفيق بن الصغير المالكي. المركز الثاني وصول برزمان لحمد بن محمد الوهيبي بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 49 ثانية 58 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لحمد بن محمد الوهيبي. أما المركز الثالث وصلت في شديدة بزمن مقداره 12 دقيقة 49 ثانية 74 جزء من الثانية، تهاني والناموس لحمود بن طويرش بن محمد الوهيبي. إذا هكذا مشاهدينا الأعزاء تابعنا هذا الوصول الرائع والشوط الأول الرئيسي، وسيارة الثنايا تبقى هنا بالسلطنة ولأهالي القابل خصيصا الذين شاركوا في هذا المحفل الكبير بكل فاعلية وحصلوا على عدد كبير من النواميس والسيارات وحملوا السلامات والتهاني. إذا الناموس لكل من حضر. تابعنا التعليق لهذا الشوط باسم الشهواني، ولكن من واقع الشعار والكشف تبقى للغفيق بن الصغير بن عبد الله المالكي، فتهانينا على هذا الحضور اللافت. إذا مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون سلطنة عمان القناة الرياضية الناقل لأحداث هذا الكرنفال السنوي الرائع الذي يقام في جنبات هذا الصرح المعماري الكبير
الذي خصص لدعم تراث الآباء والأجداد أتت الأيادي السخية لكي يكون هنا كرنفال سنوي يجتمع فيه أبناء الخليج. وهذا المطلب لدى كل عشاق رياضة الآباء والأجداد أن يكون التجمع السنوي في كل دول مجلس التعاون. فأهلا وسهلا بجميع الأخوة الأشقاء الذين حضروا خصيصا لمشاركتنا هذا المحفل التراثي الكبير. أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. نرحب بكم من أرضية ميدان البشاير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، زينة ميادين السباقات في هذا المهرجان وهذا العرس التراثي الكبير الذي يأتي بالتوصيات الكريمة والسامية من سيدي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه، وبالدعم الكريم والمتابعة المستمرة من سيدي صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد حفظه الله الذي يقدم هذا الدعم لعشاق الأصالة والتراث، عشاق رياضة الآباء والأجداد. اليوم الذي نعيش من خلاله يومنا الثالث لهذا المهرجان الذي يحمل لنا سن الكبار بالفعل وتحديات المسافات الطويلة الماراثونية الصعبة. هنا شوط السيارة الجعدان، الثنايا من مسافة 8 كيلومترات، رحلة من خلالها سنتابع التفاصيل الدقيقة في مسار هذا الشوط لننقل لكم الحدث مباشرة عبر قناة عمان الرياضية في هذا النقل الحي والمباشر. والأسماء التي وصلت في هذا الشوط بالأعداد الهائلة، هناك سيارة نيسان بترول استيشن ينتظر الفائز والمتوج بالمركز الأول مباشرة لأسير مع مقدمة هذا الشوط اللي ياخذ المقدمة. تواجد هنا من الأبيض محمد بن سالم بن محمد الوهيبي من يقدم الأبيض، والمركز الثاني أيضا هنا تواجد الأبيض الآخر، وأيضا حمد بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم في هذا المسار المركز الثالث الذي يصل في هذه اللحظة 46. بنقول هنا تواجد النجم ليقدم النجم محمود بن محمد بن سعيد الحارثي قادما ومنطلقا مع النجم رابع المراكز. هنا الوصول من الشبابي عبد الله بن سعيد بن احمد الزمهري الذي يقدم الشبابي على المستوى الرابع. المركز الخامس هنا تواجد ايضا والدخول في هذه اللحظة من حشيم اللي يقدم ايضا خليفة بن علي بن عبيد الغفلي. هكذا هي الاسماء الخمسة المنطلقة للبحث عن السيارة الفاخرة، السيارة الغالية التي تنتظر احد الفائزين في هذا الشوط بقيادة ايضا ممثل السلطنة الدائم الذي يبدع في جميع المحافل الخليجية والوطنية في كل مكان وزمان. هنا الابيض على الصدارة والمقدمة محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، والمركز الثاني ايضا الابيض حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما ثالث المراكز 46. اذا تواجد النجم على المركز الثالث هنا في هذه اللحظة الذي ياتي مع محمد او النجم الذي يتواصل ويقدم لنا حمود بن محمد بن سعيد الحارثي. هكذا هو المركز الثالث، مركزنا الرابع هنا مع انطلاق ايضا احد الاسماء القوية والمميزة الشبابي يتقدم هنا بامال احد المشاركين في هذا الشوط عبد الله بن سعيد بن احمد الزمهري من يقدم في هذا المسار. مسار الجعدان الثنايا لا يزال في الهدوء التام، الهدوء الذي يسبق العاصفة، بينما المركز الخامس تواجد
الموادع ليقدم محمد بن راشد بن سالم الغيلاني. هكذا مراكزنا الخمسة الأولى أتممنا ندائها على مسامعكم للمرة الثانية. كما نقدم الشكر الجزيل للجنة المنظمة ولكل الجنود المجهولين الذين هنا يشاركون في مهرجان بشاير لإظهاره في أجمل صورة لا كما يحب أن يراه عشاقه ومتابعينه. سيارة الجعدان الثنايا لا تزال حائرة بين هذه الأسماء المتواجدة التي وصلت أعدادها إلى 62 قعود مشارك من أجل الفوز والانتصار بآمال السيارة بقيادة الأبيض الذي لا يزال يتحمل المسؤولية الكاملة في قيادة المسار. يقدم الأبيض في هذا الاندفاع محمد بن سالم بن محمد الوهيبي هنا مقدما الأبيض على المستوى الأول منذ الانطلاق. يا الرشوط ير بينما المركز الثاني تواجد الأبيض أيضا بنفس الشعار وحمد بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدمه في منافسة هنا في حوار ثنائي بين هذا الشعار ممثل السلطنة الذي يأتي بطموحات الفوز يأتي بالطموح إلى النيسان بترول ستيشن الذي ينتظر هناك مع خط النهاية آخذ المركز الثالث اللي على ثالث المراكز. هنا تواجد ايضا متابعينا الاعزاء مشاهدين الكرام شاهين حمد بن بطي بن محمد الغفلي يصل في هذه اللحظة احد المرشحين بالفعل المركز الرابع. الوصول والانطلاق هنا على رابع المراكز من الشبابي عبد الله بن سعيد بن احمد الزمهري الذي يقدم اندفاع الشبابي. مركزنا الخامس يصل هناك ايضا الموادع راشد بن سالم او محمد بن راشد بن سالم الغيلاني او محمد او هنا حامل رقم 19 الشبابي عبد الله بن سعيد بن احمد الزمهري. هكذا هي النتيجة هكذا هي الاسماء هكذا هو الانطلاق. الله يا المقدمة شاهين بدأ يغير شاهين بدأ يخطف المركز الاول الذي يتواصل مع حمد بن بطي الغفلي على المقدمة والمركز الاول بينما المركز الثاني الابيض حمد بن محمد بن سالم الوهيبي من ياتي مع الابيض على المركز الثاني على المستوى الثاني. المركز الثالث ايضا ياتي الابيض ومحمد بن سالم بن محمد الوهيبي. هنا ثلاثية مميزة على انطلاقة هذا الشوط مسار الجعدان الثنايا. هنا في هذا الاندفاع 3 كيلومترات ما تبقت هنا ستارت 3 كيلومترات يعلن هنا الوصول ولا يزال هنا شاهين يقود الصدارة والمقدمة. يقدم حمد بن بطي الغفل المهندس أيضا أحد خبراء التحليل في رياضتنا العربية الأصيلة. لكن الأبيض لا يزال هنا مشاهدينا متابعينا الكرام مسيطر على موقعه على المستوى الثاني. يتواصل هنا مع محمد بن سالم بن محمد الوهيبي والمركز الثالث. الوصول من الأبيض أيضا في هذا اللحظات أيضا يتواصل مع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. مسارنا الهادي انطلاقنا التلقائي الدفع الذاتي المضمرين ما قالوا شيء حتى هذه اللحظة اندفاع ذاتي وتلقائي. المركز الرابع اتابع على رابع المراكز الوصول من شاهين مبارك بن عبد الله بالحرز الشامسي. اول نداء لشاهين وصل في هذه اللحظة ايضا احد الباحثين للسيارة الفاخرة. تابع القادم على المستوى الخامس يصل شاهين عبد الله بن حمودة بن سرحان
أو هذا 37 اللي وصل أيضا الموادع أحمد بن راشد بن سالم الغيلاني. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء. يلا يا مضمرين، يلا يا ملاك، الله يا شاهين، من يقود الصدارة وعلامة الجودة على راسه؟ المادة التراثية، مادة الزعفران، وخمس سيارات في رصيده، رصيد حافل. اللهم صل على النبي. هو إنتاج شاهين دغاش في محمية مرغم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على هذا الاندفاع. إذن هنا شاهين حمد بن بطي الغفلي بينما المركز الثاني والثالث مع الأبيض، هنا حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، لكن القادم هنا رغش بن طبازة بن رغش العامري الذي يصل في هذه اللحظة يقدم هذا الاندفاع. والاندفاع التلقائي هنا الوصول ايضا في هذه الاثناء. القادم الموادع محمد بن راشد الغيلاني يقدم الموادع، ولكن خلونا مع شاهين، خلونا مع هذا الاندفاع الذي يقدمه. لا يزال هنا بدفعه الذاتي 1500. يا مضمرين ويا ملاك، تابع هنا الانطلاق مع شاهين حمد بن بطي الغفلي من يقدمه على المسار الهادي بلا تعليمات ولا أوامر. الأبيض بدأ يتحرك، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث، أيضا الأبيض محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. الله، وصل رغش بن طبازة بن رغش العامري في هذه اللحظة على المستوى الرابع. تابع هناك اللي بدأ في التسلل، أول ندى لهذه القعود في خلال المسيرة هنا من انطلاقة مسافة 8 كيلومترات. مياس مطر بن مهير بن محمد الاكتبي من يقدمه على المستوى الثاني، غير وخذ ثاني المراكز. شاهين ما طاع يسلم، شاهين ما يبال للسيارة، يبي يضيف السادسة في رصيده والنيسان بترول ستيشن ينتظر يا المهندس. لكن تابع القادم ايضا هنا كفو، صالح بن مسعود بن سعيد المري من يقدم كفو بانطلاقته في اللحظات الأخيرة. وقادم أيضا هناك مياس القادم ومطر بن مهير بن محمد الاكتبي. اشتدت المعركة، معركة معركة معركة. شاهين بدأ المهندس بدأ ينطلق نحو خط النهاية. شاهد المنصة الرئيسية، الله الله الله، بدأ هنا ينطلق وعصاته في الابطان بدون تعليمات، غشش عبر الجهاز. اللهم صل على النبي على هذا الاندفاع. اشكرك يا المهندس على هذا الحضور. شاهين يضيف السيارة السادسة في رصيده. السلامات الى فلج المعلى بدولة الامارات العربية المتحدة. ما شاء الله ما شاء الله. ايضا هناك الى بطي بن محمد الغفلي داعم هذا الشعار، كافي يا الوهيبي خلاص من الاستعراض. ما شاء الله على هذا الفوز. نهاية ذهب النيسان بترول ستيشن مع شاهين حمد بن بطي الغفلي المركز الثاني، الابيض حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، والمركز الثالث تواجد مياس مطر بن مهير بن محمد الاكتبي. مشاهدينا الأعزاء، هكذا تابعنا فصلا آخر كتب هذا الصباح للجعدان الثنايا، وسيارة أخرى تذهب لدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيارة الثالثة لهذا الشعار، شعار حمد بن بطي الغفلي، الناموس والتهاني والسلامات محملة على ظهر شاهين لأهالي اللبس جميعا، وفلج المعلى، أم القيوين، والإمارات الشمالية جميعا، نقول أسعد الله صباحكم لهذا الحضور اللافت وهذا الشعار الذي قدم جديده على ميدان البشاير. تهانينا كذلك موصولة لعلي بن محمد الوهيبي المتابع لهذا الشعار. هذه لحظات وصول شاهين
والسيارة السادسة بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 45 ثانية 80 جزء من الثانية. تهاني والناموس لحمد بن بطل الغفلي والمضمر علي بن محمد الوهيبي. في المركز الثاني وصل الأبيض قاطع المسافة في زمن مقدار 12 دقيقة 50 ثانية 8 أجزاء من الثاني. تهانينا لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي الممثل الدائم للسلطنة. أما المركز الثالث فحصل عليه مياس بزمن مقدار 12 دقيقة 51 ثانية 43 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمطر بن مهير بن محمد الاجتبي من دولة الإمارات العربية المتحدة. هكذا تابعنا هذا الشوط عبر هذا النقل المباشر لتلفزيون سلطنة عمان القناة الرياضية، الناقل الحصري لهذا السباق على مدى 4 أيام متواصلة. لا زال هذه اللقطات التي أمامنا تؤخذ لانطلاقة هذا الشوط وهذا الإخراج المتميز، لقطات من هنا وهناك لكي نستعيد ذكرى هذا السباق، هذا الشوط الذي قاد وتحمل مسؤولية شاهين، أنهى بفارق مريح وتوقيت زمني أيضا رائع مراكبا لتوقيت الإبكار تقريبا. الآن بعد ما نتابع هذه اللقطات نعود إلى النقل ليأخذ الشوط القادم وهو شوط الحول والشوط الأول بالنسبة لسن الحول، السيارة الأولى للحول في هذا الصباح، وبعد شوط الزمول هو شوط الختام. فإلى هنا على بركة الله. إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، أعلنت انطلاقة شوط الحول الأول. جائزة الشوط أيضا سيارة نيسان بترول تنتظر وصول الفائز بالمركز الأول. بقية المراكز حتى المركز العاشر أيضا هناك جوائز نقدية قدمت أيضا في هذا الشوط. مع هذا المهرجان السنوي الثاني على أرضية ميدان البشاير والذي يأتي بالدعم الكبير أيضا من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد الذي يأتي بهذه المكارم على أرضية هذا الميدان ودعم التراث، دعم أيضا الرياضة العربية الأصيلة تراث الآباء والأجداد. على بركة الله انطلقت الجموع المشاركة، شعارات أيضا تألقت في عالم سباقات الهجنة العربية الأصيلة. ها هي تندفع اليوم وفي هذا الشوط نسير إلى الصدارة لنوافيكم بالمراكز المتقدمة والمنطلقة في هذا التحدي. بشاير محمد بن سلطان بن سعيد المالكي على المركز الأول والصدارة الأولى، بينما المركز الثاني والتحدي والانطلاق أيضا مع هذا المسار. المركز الثاني من تحمل رقم 36 أيضا شاهينية عمر بن علي بن عبيد الغفلي على المركز الثاني، والمركز الثالث أيضا الوصول والانطلاق يأتي مع سمحة مبارك برقش العامري، برقش العامري على المركز الثالث بهذه اللحظات، بينما رابع المنطلقين والمندفعين أيضا في هذا الشوط وفي هذا المسار من عمق الميدان. احترام راشد بن حمد بن زهرة العفاري على المركز الثالث والمركز الرابع، أيضا وصولنا وانطلاقنا متواصل. أيضا هناك مع الشامخة علي بن مالع بن أرحم الشامسي على المركز الرابع، والدخول أيضا هنا يأتي مع منحاف هناد بسيف الشبيبي، بينما سادس الانطلاق والتحدي هناك من أيضا الكوادر الخلفية. بشاير من تحمل الرقم 31 محمد بن سلطان بن سعيد المالكي على المركز الخامس أو السادس، المركز السابع في هذه اللحظات.
في هذه الانطلاقة أيضا وصولنا وانطلاقنا متواصل مع الشاهينية منصور بن محمد بن حميد الدرعي في هذا الانطلاق بين مثامن المندفعين والمنطلقين. مياسة هناك تأتي مع سيف بن المر بن محمد النعيمي على المركز الثامن والمركز التاسع 23 برزمان محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. بينما عاشر الانطلاق والتحدي شواهين سعيد بن سيف بن سالم بن سيف الدرعي. هكذا ندانا للعشرة المراكز الأولى المنطلقة والمدفعة في هذا الشوط في هذا الانطلاق وهذا التحدي. إذا ندائنا الأول أذعناه على ما سمعكم مشاهدينا متابعينا إلى عزاء أيضا مع هذه الشاشة التي تنقل هذا الحدث من على أرضية الحدث. كل الشكر أيضا لمخرجنا المتألق دائما طارق بعمر وطاقم أيضا على قناة عوان الرياضية. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام لا زالت أيضا هذه الانطلاقة ولا زال أيضا الأسماء هناك مع التغييرات في انطلاقة هذا الشوط في انطلاقة التحدي وسيارة الحول. من هو سعيد الحظ؟ من هو صاحب الناموس في هذا الانطلاق؟ 8 كيلومترات حاضرة مسافة كافية أيضا لنرى فيها الأثارة لنرى التشويق وتمتع أيضا مع هذه المنافسة الشريفة الصدارة والمركز الأول. هنا بشاير لا زالت ما تتصدر الجموع لا زالت مع انطلاق وشعار محمد بن سلطان بن سعيد المالكي على المركز الأول يسير بثبات يسير أيضا باتجاه الناموس واتجاه سليم بإذن الله تعالى. متمنيين التوفيق للجميع في هذا المسار. هنا أيضا المركز الثاني أيضا هناك يأتي على ثاني المراكز والانطلاق والتحدي مع السيارة النيسان أيضا في هذا الانطلاق. هنا تأتي ما شاء الله سمحة مبارك برغش العامري على المركز الثاني والمركز الثالث احترام تاتي على المركز الثالث في هذه اللحظات. راشد بن حمد بن الزفن العفاري في هذا الانطلاق راعي مشغل ما شاء الله أيضا منطلق يبحر عن الفوز يبحث عن الناموس في هذا التحدي. من حاف على المركز الرابع أيضا هناد بن سيف الشبيبي ما شاء الله يتحدي المسار مسار الحول مسار الانطلاق مسار التحدي والكبار دائما. إذا لقطة لبقية المراكز والعودة إلى الكوكب الرباعية ما شاء الله 4 نجوم تزين سماء هذا الانطلاق تزين سماء الكادر العلوي مع مخرجنا المتألق دائما ما شاء الله ينقل هذا الحدث ينقل هذا الانطلاق. أين سيكون الاتجاه أين سيكون ناموس هذا الشوط وسيارة هذه الانطلاقة ما شاء الله يا بشاير بشاير الخير بشاير تبشر بالناموس حتى هذه اللحظات. وركز يا مالك أيضا بشاير محمد بن سلطان بن سعيد المالكي هناك السلامات أين ستتجه أيضا مع هذه الانطلاقة. المركز الثاني بن الزفنة أيضا على الجانب الآخر يعلن تواجده الأشقاء ما شاء الله القادمين أيضا من دولة الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة يبي يبحر بالناموس يبي يبحر بالتحدي. المركز الثالث هنا أيضا التواصل هنا الانطلاق سمحة الخير مع برغش مبارك برغش العامري على المركز الثالث. لقطة لبقية المراكز مشاهدين الأعزاء ودائما نسير إلى أيضا الكادر العلوي الكادر الذي تتواجد فيه الأقوياء تتواجد معه النجوم النجوم الثلاثة مضلع إذا المثلث الذهبي تتكون أضلاعه. وأرى أيضا هلاك بن الزفنة بن الزفنة بدأ يرفع درجة حرارة الشوط على ظهر احترام من تفرض احترامها على بقية المشاركين ما شاء الله يا هذه الانطلاقة يا التحدي يا المسار. هدي أعصابك يا ابن الزفنة هدي أعصابك هناك المشوار طويل لا زال ما شاء الله. المركز الثاني
وصول مع بشاير محمد بن سلطان بن سعيد المالكي ايضا قادم على المركز الثاني بعد ان كانت القياده تحت اقدام بشاير. ها هي تترصد ايضا لهذا اللاموس لهذا الانطلاق. المركز الثالث يا مخرجنا المتالق دائما مع عدسات ايضا الكاميرا وشاشه عمان الرياضيه ما شاء الله. اذا هناك ايضا سمحه مبارك بالرغش العامري على المركز الثالث في هذه اللحظات. اذا هكذا المنعطف النهائي. اذا الثلاثة كيلومترات الحاضرة في هذه الانطلاقة وفي هذا الشوط بنزفنا على الصدارة بنزفنا ما شاء الله يسير بهذه الانطلاقة مع احترام راشد بن حمد بنزفنا العفاري أيضا ينطلق وانتاج مشغل للمختبر. أشكرك محمد بن سلطان أيضا على هذه المعلومات القيمة التي تأتينا بها على هذه الانطلاقة وهذا التحدي. بينما المركز الثاني يا مخرجنا أيضا نتواصل به أيضا في هذه الانطلاقة وهذا التحدي. من تحمل الرقم 31 هناك بشاير محمد بن سلطان بن سعيد المالكي على ثاني المراكز وثاني التحديات ما شاء الله. المركز الثالث أيضا هناك سمحة مبارك بالرغش العامري على ثالث الانطلاق والتحدي. ها هي النجوم الثلاثة التي باعدت بالمسافة باعدت بانطلاقة هذا الشوط وطلبت أيضا الخدمة الكاملة المكملة من طاقم الإعلامي ما شاء الله. عودة إلى الصدارة عودة إلى الانطلاقة. إذا الاثنين كيلومترات المتبقية من عمر هذا الانطلاق والتحدي. إذا احترام على الصدارة احترام الناموس احترام هذه الرياضة العربية الأصيلة مع احترام يا بن الزفنة راشد بن حمد بن الزفنة يبي يوجه السلامات إلى العين إلى العين دار الزين مع احترام ما شاء الله في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. المركز الثاني المركز الثاني ايضا هناك على بعد يا محمد بن سلطان مع المالكي ايضا من يحمل بشاير محمد بن سلطان بن سعيد المالكي. والمركز الثالث ايضا تواجد هناك على بعد سمحه مبارك بالرغش العامري سياره الحول. هذه الجائزه القيمه ايضا في انتظار صاحب المركز الاول صاحب صداره هذا الشوط ما شاء الله. 1500 مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام عمر هذا الشوط عمر ضئيل تبقى من هذه الانطلاقه وهذا التحدي. وبنزفنا ما شاء الله لا زال مسيطر متباعد ايضا عن بقيه الجموع منطلق يبي الناموس يبي السلامات على ظهر احترام. اذا هكذا هو راشد بن حمد بن الزفنه دائما هذا الشعار ما يكون متالقا ما يكون ايضا مع النجوم مع أصحاب أيضا الانطلاق والتحدي. هكذا نحن مع المركز الأول والصدارة الأولى. عطني المركز الثاني المركز الثاني أيضا هناك أرى إشعارات بدأت تتدخل حان موعد وصولها في هذه اللحظات. المركز الثاني بعيد نسبيا تراجع للمركز الثاني يا أخوي. عطنا المركز الثاني عطنا المركز الثاني أيضا في هذا الانطلاق إشعار جديد بدأ يتواصل بدأ أيضا يندفع في هذه الانطلاقة من يحمل الرقم 26 أو ستة هناك شامة أيضا محمود بصبيح بن محمد الوهيبي. الله يا سلام يا الانطلاقة يا التحدي في هذه الانطلاقة 16 أو 26 إذا مزنة أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن سهيل العامري على المركز الثاني بدأت تغير على الصدارة على المركز الأول. هذا 16 بن سلطان هذا يحمل الرقم 16 الجذابة حمودة بن محمد بن سالم العفاري بدأ ينطلق بدأ يندفع مع الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة ما شاء الله ياتيه مع الجذابة. أجذبت الشوط أجذبت النسان بترول إلى هالي العين إلى هالي
علي العين دار الزين ما شاء الله. يا الأشقاء الأشقاء يحتفلون الأشقاء ينطلقون مع الجذابة على أرضية البشاير. حلق يا أخوي حلق حلق مع الأمتار الأخيرة حلق إلى الناموس ما شاء الله. يا التحدي يا المسهار اللي دا الرائع يلاتينا مع حمودة بن حمد بن سالم العفاري العفاري. صباحك نواميس صباحك نواميس لوقن ولا العين لوقن ولا العين العين ما شاء الله. تهانينا والنابوس لهالي أيضا العين كاف على هذا الانطلاق والتحدي مع الجذابة محمود بن حمد بن سالم العفاري. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق التي حازت عليه ايضا الجذاب. المركز الثاني هناك براق حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري. والمركز الثالث ايضا برزمان محمد بن سالم بن حمد العامري. المركز الرابع ايضا غزوه هلال بن عبد الله بن يمع الشيدي. اذا هكذا التهاني والناموس لمالك الجذاب حموده بن حمد بن سالم العفاري على فوزه ايضا في هذا الشوط. والسياره النيسان وأهالي العين يحتفلون أيضا بهذا الفوز المستحق. إذا الطاقم أيضا ميكروفون الاستوديو مع الكلمة أخوي راشد. شكرا لمعلقنا الذي تواصل طوال مجريات شوط الحول. وهذه السيارة أيضا تذهب للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. فالسلام عليكم على هذا الحضور. سلام العين سلام حضور الجذابة اللي جذبت النواميس والسيارة والزعفران والجماهير والتصوير. إذا الجذابة المملوك الحمود بن حمد بن سالم العفاري تهانينا والناموس وأسعد الله صباحكم. هذه لحظات وصولها 12 دقيقة 45 ثانية 36 جزء من الثاني. تهانينا على هذا الحضور اللافت. أما المركز الثاني وصول المركز الثاني حصلت على المركز الثاني براقة لحمد بن محمد بن سيف بن عيف العامري. حضور براقة 12 دقيقة 53 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن سيف بن عيف العامري. أما المركز الثالث هناك برزمان من حضرت في المركز الثالث بتوقيت مقدار 12 دقيقة 58 ثانية 36 جزء من الثانية. تهني والناموس لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. إذا مشاهدينا الأعزاء هكذا تابعنا هذا الشوط الرائع الذي انتظر من عدد كبير من محبي التراث. نظرا لوجود هذه المميزة من سن الحول تدخل هذا الشوط أسماء كبيرة والجذابة من استطاعت أن تحسم هذا الموقف لصالحها وتسجل اسمها في لائحة الشرف تحصل على سيارة هذا الشوط المرصود الفائز بالمركز الأول على شرف هذا المهرجان الذي يقام على مدى أربعة أيام بميدان البشاير. امتدت الأيادي السخية لتشمل هذا التراث الغالي. شكرا لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد على هذه اللفتات. وننتقل هذه اللقطات ما قبل الانتقال لقطات لهذا الشوط ثم ننتقل لنقل الشوط الأخير في هذا اليوم وهو شوط خاص بزمول بنوك الإنتاج وبنوك المستقبل. We're
قلب شاير وين تلقى قلب شاير وين كسب وقم بريات ذنها تدبل. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. نحييكم ونجدد لكم التحية واللقاء في تواصل انطلاقات هذا المهرجان، هذا العرس التراثي الكبير، مهرجان البشاير في نسخته الثانية الذي يحظى بدعم كبير من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه، الداعم لهذه الرياضة العربية الأصيلة. نشكر حكومتنا الرشيدة على هذا الدعم الكبير بلا محدود لهذه الرياضة العربية الأصيلة، لهذا الموروث الشعبي الكبير. هكذا تتواصل الانطلاقات، ومنذ قليل أعلنت انطلاقة الشوط الثاني أيضا الخاص بالزمول من مسافة 8 كيلومترات. ونذكر للفائز بناموس هذا الشوط، هناك نيسان من نوع بلاتونيوم مشاهدين الأعزاء. أما من المركز الثاني حتى المركز العاشر أيضا جوائز نقدية، وكما نذكر للفائزين بالسيارات في الأشواط الماضية عليكم بالتوجه بعد نهاية انطلاقات هذا اليوم إلى المقصورة الرئيسية لاستلام أيضا السيارات. نسير على البركة ونتعرف على الأسماء المنطلقة في هذا الشوط. المركز الأول والصدارة الأولى، من يتقدم على المركز الأول في هذه اللحظات اللي يتقدم هنا شعار الغيلاني يتقدم على الصدارة الأولى، شاهين بشعار محمد بن راشد بن سالم. الغيلاني يتقدم على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى، بينما الانتقالة إلى المركز الثاني اللي يتقدم هنا مولع مع المركز الثاني لعمر بن محمد بن ماجد الحيري من يأتينا ليحتل المركز الثاني، بينما الانتقالة إلى المركز الثالث لأتابع الانطلاق مع المركز الثالث الأسد أيضا يتقدم على المركز الثالث بشعار علي بن حمد بن عفصان المنصوري يأتي ويحتل المركز الثالث، بينما الانتقالة إلى المركز الرابع رابع المراكز يتقدم هداد على رابع المراكز بشعار علي بن سعيد بن راشد النعيمي يأتي ويحتل المركز الرابع، بينما انتقل إلى المركز الخامس لأتابع المركز الخامس تيراق اللي يأتينا مع المركز الخامس لمحمود بن علي بن محمد الجنيبي ممثلا لهالي ميدان البشاير ليحتل المركز الخامس ليبحث عن النيسان. الله الله الله، هذه هي الأسماء، هكذا ندعينا يكتمل مشاهدين الأعزاء بالخمسة المراكز الأولى، لكن أسماء خلف الكادر الإعلامي ما بعد الخمس المراكز الأولى. ولكن نعود إلى الصدارة، أعود إلى شاهين إلى شعار الغيلاني، هذا الشعار ممثلا لولاية جعلان بن أبو علي هناك من المنطقة الشرقية ليأتي ويكمل الفرحة في هذا المهرجان السنوي الكبير. شكرا يا أبو تيمور على هذا الدعم القوي لهذه الرياضة العربية الأصيلة. الله يا شاهين، سيطرة
واضحة كما تابعونها عبر الهواء مباشرة من قناة عمان الرياضية. شاهين على الصدارة يتابع محمد بن راشد بن سالم الغيلاني بن قناص الأصايل يتقدم على الصدارة ليبحثوا عن النيسان، ليبحثوا أيضا عن السيارة الفاخرة. بينما المركز الثاني أتابع المركز الثاني اللي يتقدم في هذه اللحظات ليأتي على المركز الثاني. ها هو مولع 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 لابق من أجل السيارة، ها هو مولع ليأتي على المركز الثاني. من يقدم لنا أيضا اللي هو عمر بن محمد بن ماجد الحيري، قادم أيضا من ولاية بدية من ميدان بدية ليكمل الفرحة ليشارك في مهرجان البشاير. هنا يأتي على المركز الثاني ليتسلل رويدا رويدا إلى الصدارة الأولى. بينما المركز الثالث اللي يأتينا ويحتل المركز الثالث في هذه الانطلاقة الجميلة، المسافة المسافة ما بين المراكز الأولى والمراكز الخلفية. أتابع المركز الثالث، المركز الثالث اللي يأتينا في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، اللي يأتينا شعار بن عفصان. من يحتل المركز أيضا الثالث في هذه الانطلاقة ليقدم لنا مشاهدين الأعزاء الشامخ علي بن حمد بن عفصان المنصوري. من يحتل المركز الثالث؟ بينما المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدين الأعزاء يأتينا هنا شاهين بشعار محمود بن علي بن محمد الجنيبي يحتل المركز أيضا الرابع. أما المركز الخامس ليتقدم هناك مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء يأتينا مشكور لسعيد بن راشد بن يوعان الشامسي. هكذا ندعينا الثاني، أتممنا لحضراتكم. لكن المسافة الطويلة 8 كيلومترات، ما المسافة الماراثونية بالفعل، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول. يلا مولع مولع مولع، هي مولع، ها هو مولع على الصدارة على المركز الأول. يقدم لنا عمر بن محمد بن ماجد الحجري وعيون أهالي بدية يتابع هذا الشعار عبر قناة عمان الرياضية ويمنون النفس بانتزاع هذه السيارة الفخرة. ولكن شاهين، ها هو شاهين على المركز الثاني، يقدمه لنا محمد بن راشد بن سالم الغيلاني ليحتل المركز الثاني. عينه على النيسان يتكتك من أجل الانتصار، وتكتك يا الغيلاني. الله، الثلاثة كيلومترات المتبقية عن المقصورة الرئيسية، مقصورة ميدان البشاير. أيضا المركز الثالث، أتابع الانطلاق على المركز الثالث الشامخ ليأتي بشعار علي بن حمد بن عفصان المنصوري، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة. مرحبا بالضيوف كل هاوي، مرحبا بأيضا أخواننا القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الكبير ليشاركوا أبناء السلطنة بهذه الفرحة، بهذا الختامي، ختامي ميدان البشاير. هنا يقع في ولاية أدم في سلطنة عمان الشقيقة. بينما المركز الرابع، رابع المراكز اللي يأتينا ليحتل هناك الأسد علي بن سعيد بن راشد النعيمي يحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس، أتابع المركز الخامس ليأتينا أيضا اللي هو تيراق اللي يتقدم بشعار محمود بن علي بن محمد الجنيبي يحتل المركز الخامس. ياهو تحدي، ياهي معركة، ياهو نزاع، يا الله
الله يا مولع، مولع على الصدارة على رأس حربتي هذا الشوط، وعلى المركز الأول أيضا الحيري من يقدم لنا، مولع على الصدارة وعلى المركز الأول هنا مع الصدارة الأولى على المركز الأول عمر بن محمد بن مايد الحيري على الصدارة على المركز الأول هنا مهدي أعصابه مهدي أعصابه، ولكن شاهين في استراحة المحارب في استراحة المحارب والأروع يقدم محمد بن راشد بن سالم الغيلاني يأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع الانطلاق من الشاهين شامخ على المركز الثالث يقدم علي بن حمد بن عفصان المنصوري يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع المراكز يتقدم في هذه اللحظة هنا تيراق لمحمود بن علي بن محمد الجنيبي على المركز الرابع، أما المركز الخامس ليأتينا هناك وينضم في هذه اللحظة مشكور سعيد بن راشد بن يوعان شامسي، هكذا هي النتيجة هكذا هو النداء، ولكن الله 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 أرى السويتش المع أرى السويتش المع وبعض العيون تدمع دموع الفرح، الله هو من يعطي ويمنع، الله يا النسان أين سيغادر؟ هل سيغادر الحدود إلى دولة الإمارات أما يبقى في سلطنة عمان الشقيقة باسم محمد بن راشد بن سالم الغيلاني؟ الغيلاني هو الأقرب حتى هذه اللحظة من النيسان البلاتونيوم، الله 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 شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول يقدم محمد بن راشد بن سالم الغيلاني، المركز الثاني مولع مولع ياتينا على المركز الثاني يقدم لنا ايضا مشاهدين الاعزاء عمر بن محمد بن مايد الحيري ياتي على المركز الثاني، اما المركز الثالث الاسماء اللي واصله الشعارات المتقدمه هناك مشاهدين الاعزاء تيراق غادم لمحمود بن علي بن محمد الجنيبي على المركز الثالث والمركز الرابع، المركز الرابع اللي وصلنا في هذه الانطلاقه وابن المهنا بن حميد بن مية العفاري واصل مع المركز الرابع، خلاص الخطوط النهائيه الخطوط النهائيه الخمسمية متر الاخيره، اصمد يا الغيلاني اصمد يا الغيلاني واصلين بكل قوة، الشعارات غادمة 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 غدوم قوي، ولكن شاهين شاهين هو المسيطر على الصدارة، لا زال المسيطر سيطرة كاملة كاملة وواضحة هنا مع الصدارة الأولى، ولكن ولكن اللي واصلنا البطين غادم غادم من المملكة العربية السعودية، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اللي واصل هنا بشاير بشاري بشاري لعلي بن سالم بن عبد الله البطين المري، سلام سلام عليكم يا اهل المملكه العربيه السعوديه على فوز، لهو ايضا بشاري تهانينا والناموس على هذا الفوز، المركز الثاني اللي احتله مشاهدينا الاعزاء اللي هو وابن المهنا بن حمد بن مية العفاري، المركز الثالث اللي اتى في مشاهدينا الاعزاء تيراق لمحمود بن علي بن محمد الجنيبي، المركز الرابع المركز الرابع والخامس نحيلم الاعضاء لجنه خط النهايه، تهانينا والناموس إلى مالك أمشاري علي بن سالم بن عبد الله البطين المري، والنيسان يعبر الحدود إلى المملكة العربية السعودية مع علي بن سالم بن عبد الله البطين المري، فتهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، هكذا هي الإثارة وهكذا هو التحدي مشاهدين الأعزاء، نحيل المايك إلى الأخوة في الاستديو التحليلي. مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة عمان الرياضية
التي تنقل أحداث ووقائع هذا السباق السنوي الكبير. تبعنا فصلا آخر كتب هذه المرة من وصل مشاري وانتزع المركز الأول. تهانينا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية، وأسعد الله صباحكم على هذا الحضور المشرف لعلي بن سالم بن عبد الله البطين المري. هذه لحظات وصوله إلى خط النهاية قاطعا مسافة 8 كيلومترات في زمن مقداره 13 دقيقة 8 ثواني 70 جزء من الثانية، أو 9 ثواني 56 جزء من الثاني. إذا تهانينا للبطين على هذا الحضور وانتزاع لسيارة هذا الشوط. التهاني للأشقاء في المملكة العربية السعودية. مركز الثاني وصل قعود بن مية وابل لمهنة بن حمد بن مية العفاري قاطعا المسافة 13 دقيقة 13 ثانية 54 جزء من الثانية. تهانينا لأهالي مدينة العين كافة، وأسعد الله صباحكم على حضور هذا الشعار. أما المركز الثالث تهانينا لمالك سراج محمود بن علي الجنيبي لحصوله على المركز الثالث 13 دقيقة 16 ثانية 82 جزء من الثانية. التهاني والناموس للإخوان الفائزين. إذا السيارة تذهب إلى دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية وإلى أشقائنا هناك، لهم التحية على هذا الحضور ومشاركتنا في هذا المحتفل السنوي الكبير الذي يقام خصيصا على هذا الميدان على مدى 4 أيام. لازلنا تابعين الأعزاء متواصلين مع هذه التغطية التي نقوم بها لتلفزيون سلطنة عمان على مدى أيام هذا الكرنفال الرائع. هذه لقطات مختارة، وننوه الأخوان أصحاب السيارات سرعة الحضور إلى المنصة الرئيسية ليتسنى تكريمهم من يد راعي هذه المناسبة سعادة سيب بن أحمد الصوافي المستشار بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. إذن هذه اللقطات المختارة التي اختارها لنا مخرج هذا السباق الأستاذ طارق باعمر، لكل الشكر لهذا الدور، والشكر للإخوان المصورين طاقم العمل الذين واكبوا هذه الأحداث ونقلوا صورة حية لما يدور هذه اللقطة أيضا للمنصة الرئيسية. مرحبين بأصحاب السعادة والمشايخ وجميع من حضر لمتابعة هذه الفعالية. إن دل ذلك على شيء يدل على حبهم وارتباطهم بهذا الموروث العربي الأصيل الذي تم غرسه في قلوب أبناء هذا الوطن. أتت التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لكي يوجد لهذا الموروث جانب كبير من الاهتمام. أسديت التوجيهات لكل المسؤولين بالمحافظة على تراث الآباء والأجداد. امتدت الأيادي البيضاء والمكارم السخية لتراث الآباء والأجداد لهذه الرياضة المحببة لدى أبناء هذا الوطن. شكرا أيضا لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد، دائما ما يقدم مهرجانات سنوية رائعة، واكب هذه الأحداث منذ 90ات هذا القرن في تقديم سباقات المغرية تشجيعا للمهتمين بالهجن. إذا مشاهدينا الأعزاء نقترب رويدا من لحظة الختام لهذا اليوم، ونستعد للحظة الختام الكبرى يوم غدا لإسدال الستار على هذا المهرجان. ستكون هناك الجوائز المغرية والثمينة للفائزين بالمراكز الأولية يوم الغد إن شاء الله. الفترة المسائية سيقوم تلفزيون سلطنة عمان القناة الرياضية الناقل الحصري لهذا السباق بموافاتكم بهذا السباق حيا على الهواء. في هذه اللحظات بعد ما تقدمنا بالشكر الإنجليزي لجميع الداعمين، نتقدم بالتهاني للإخوان الذين حصلوا على المراكز الأولية. ألف مبروك سواء أبناء الوطن وإخواننا أشقائنا في دولة الإمارات وأيضا المملكة العربية السعودية حضروا مع آخر شوط مع شعار البطين. في هذه اللحظات ندعو سعادة سيب بن أحمد الصوافي المستشار بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد معظم حفظه الله ورعاه راعي سباق هذا اليوم لتكريم الفائزين الأوائل
فليتفضل مشكورا. هذه اللقطات المختارة التي نراها على الشاشة لسباق هذا اليوم. في هذه اللحظات يسرنا الإعلان عن نتائج سباق هذا اليوم وتكريم الفائزين الأوائل. أولا الشوط الرئيسي الخاص بالإذاع حصلت على سيارة هذا الشوط وأضافت سيارة أخرى في رصيدها هتاشة لعبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي من دولة الإمارات مدينة القوع. سعد الله صباحه. يستعد أيضا لتسليم مفتاح السيارة والتكريم من يد راعي هذا الحفل. الشوط الثاني حضر مشغل وانتزع السيارة وزف السلامات إلى دولة الإمارات مدينة العين لحمود بن سعيد حمود بن سعيد بن حمود بن محمد العفاري. تهانينا والناموس لحصولهم على المركز الأول. علي بن حمد بن لوحوش الوهيبي والد سعود بن لوحوش والد الماهر يستلم التكريم. ننتقل إلى شوط الثنايا. وشوط الثنايا حصلت على المركز الأول وأيضا سجلت اسمها في لائحة الشرف مثلت أهالي القابل خير تمثيل مناور للغفيق بن الصغير بن عبد الله المالكي. ناموس أبو صالح الغفيق بن الصغير المالكي يستلم التكريم ليد راعي هذا الحفل. أيضا بجانب صالح والدكتور والطاقم المعاون. شوط الجعدان الثنايا حضر أيضا شعار المهندس وأضاف نقطة ثالثة وسيارة ثالثة. شاهين من احتل المركز الأول للمهندس حمد بن بطي الغفلي المضمر علي بن محمد الوهيبي المتابع لهذا الشعار يوم الأمس حصل على سيارتين يضيف سيارة أخرى في هذا اليوم عن طريق شاهين. في سن الحول أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة حضروا أهالي الوقن. الجذابة من احتلت المركز الأول لحمود بن حمد بن سالم العفاري من دولة الإمارات العربية المتحدة مدينة الوقن. سعد الله صباحك أيضا لحضور هذا الشعار وهذا التألق. ينوب في استلام التكريم علي بن محمد الوهيبي. لحظات التكريم. أما آخر الأشواط والسلامات والتهاني والسيارة لأشقائنا في المملكة العربية السعودية عن طريق مجاري اللي حصل على المركز الأول وانتزع السيارة لمالكه علي بن سالم بن عبد الله البطين المري. تهانينا والناموس للأشقاء في المملكة العربية السعودية. هكذا تم تكريم الفائزين بالسيارات. شكرا شكرا على هذه الجهود وهذه أيضا اللقطات. الآن بعد ما تم تكريم الفائزين الأوائل شكرا سعادة سيف بن أحمد الصوافي المستشار بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة. شكرا أبو سلطان أيضا
وعبد الله الجنيبي شكرا لكل من تواصل لقطات يختارها لنا مخرج هذا السباق إلى حين الوداع. يا أهل الهجن والناس الهاو عليهم. إذن متابعينا الأعزاء عبر تلفزيون سلطنة عمان، هكذا وصلنا إلى نهاية سباق هذا اليوم. كتبت القصة بأحرف من ذهب. نلقاكم بإذن الله تعالى في سباق الغد، السباق الكبير والختامي واسدال الستار. السيارات الثمينة تنتظر الفائزين والجوائز المغرية والحضور الكريم. في هذه اللحظات نستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا تحيات راهد بن حارث السعدي وتحيات المخرج طارق بعمر وتحيات طاقم العمل والنقل، وإلى التحية.